طيب النهارده كمان جلد تاني اوكي، وهنتكلم برضو في الايه، في الراوتنج. كنا ابتدينا المره اللي فاتت شويه في موضوع يعني ايه كلمه راوتنج، وخدناها حتى من وجهه نظر الايه، الكمبيوتر. النهارده هنكمل تاني من وجهه نظر الكمبيوتر ايه اللي بيحصل، وهنكمل برضو او اكيد هنشوف برضو من وجهه نظر الراوتر اللي هو الاهم بالنسبه لنا، وكمان هنخش بقى على الراوتر نفسه ان شاء الله ونشوف الراوتر بيشتغل ازاي وعباره عن ايه من جوه، واخيرا طبعا وليس اخيرا الكونفجريشن، عشان يبقى في شويه عمل كده تمام. يعني غالبا ممكن المره الجايه ان شاء الله ايه نشتغل باكيت تريسر، يعني ننقل الاوضه الثانيه ونشتغل ايه باكيت تريسر، نرجع نفتكر كده عشان يبقى ايه يوم ظريف يعني. طيب القصه بتاعتنا ازاي الكمبيوتر بتاعنا بيعمل عمليه راوتنج، هو ليه اصلا يعمل عمليه راوتنج؟ زي ما قلنا الموضوع فيري سمبل. المره اللي فاتت قلنا ان لو انا عندي بي سي 1 هنا كده اوكي، ومعاه بي سي 2 معاه يعني ايه في نفس اللينك اللي هي الوصله بالعربي صح؟ انسى السويتش خالص، عايزك تنسى السويتش والشابتر بتاع الايثرنت والكلام ده كله. هنرجع دايما كاننا بالظبط ايام ايه؟ ايام زمان. تمام؟ فاهمين؟ احنا عارفين النهارده ان هي الاجهزه بتتوصل مع بعض في السويتش ولا لا؟ عارفين صح؟ لكن خليك فاكر ان بالنسبه للكمبيوتر وبالنسبه للايثرنت الدنيا شغاله ازاي؟ شغاله كده. لما تقول لي ان في كمبيوترات متوصلين مع بعض في نفس الشبكه، ما يفرقش معايا انهم متوصلين بسويتش ولا ب 10 سويتشات، في الاخر كانه ايه يا جماعه؟ كابل واحد. فلما تقول انا عارف عايز اقول كده ليه؟ عشان لو رسمتها لك كده اوكي، بي سي 1 سويتش بي سي 2، وسالتك بي سي 1 عايز يوصل لبي سي 2، مين اللي هيوصله؟ مين اللي هيوصله ببعض؟ هتقول لي سويتش صح؟ لا انا مش عايز كده خالص، انا عايزك تنسى ان في سويتش، انا عايزك تفكر بايام زمان. لما ايام زمان كده كانوا متوصلين ببعض، بي سي 1 عايز يوصل لجهاز معاه في نفس الشبكه، محتاج اي جهاز في النص؟ لا لا، خلي بالك انا مش محتاج السويتش في النص، امال السويتش حطيته ليه؟ يعني انا مش محتاج، بس ليه بستخدمه النهارده حاجه اساسيه؟ بس انا مش محتاجه. ها؟ عشان تسرع، عشان تبقى احسن بس. فاهمين الفكره؟ يعني مثلا ايه؟ انا ممكن اروح رمسيس دلوقتي ماشي. ممكن ولا مش ممكن؟ صعب بس ممكن. ممكن بس محدش هيعمل كده يعني. بالظبط محدش هيعمل كده، حد هيعمل كده؟ حد هيطلع من هنا رمسيس ماشي مجنون. عندك 100 وسيله اخرى من ارخص وسائل زي الاوتوبيس مثلا او ميكروباص، دي وسائل زي تاكسي واوبر ومش عارف ايه صح؟ هي نفس الفكره. لما بنقول ان الاجهزه زمان كانت متوصله كده تمام، ودلوقتي متوصله بسويتش، والسويتش ده سيسكو ولا غير سيسكو؟ اوكي بس في الاخر ينفع توصل كده ولا لا؟ فاحنا بنشتغل دايما على ايه؟ على اقل حاجه. فلما اقول لك ان الكمبيوتر هيتكلم مع جهاز معايا في نفس الشبكه، محتاج جهاز في النص، خلي بالك في الكلمه محتاج. هل انا محتاج اخد عربيه عشان اروح رمسيس؟ لا مش محتاج. صح؟ هل انت محتاج ان يبقى في سويتش هنا في النص؟ مش محتاج. يبقى هتوصل ازاي الجهاز معاك في نفس الشبكه؟ اسمها بنوصل له مباشره. بنقول بنوصل له ازاي؟ مباشره، مش محتاج اي حد معاك. متفقين؟ يبقى اي جهاز معاك في نفس الشبكه معناه ان انا محتاج اوصل له ايه؟ مباشره. مفيش مشكله خالص. لكن لو ده الكسندريا وده كايرو تمام، في شبكه كده اهو بي سي 3 احنا عملنا 3 بنخليها بي سي 11 تمام، اللي طالع وبتوصل كده بي سي 12 تمام وبي سي 13. دي القاهره ودي اسكندريه، هنا متوصلين بكابل برضه الايثرنت القديم، وهنا متوصلين بكابل. لو الجهاز ده عايز يكلم ده مش محتاج اي حاجه فين؟ في النص صح ولا لا؟ لكن المشكله لو الجهاز بي سي 11 ده عايز يكلم بي سي 1 ده في اسكندريه وده في القاهره، ينفع يتوصله بايثرنت؟ ينفع اعمل لي كابل تلفزيون اللي هو الكوكسل ده؟ ما ينفعش. امال بنعمل ايه زي ما قلنا؟ بقوم جاي حاطط هنا جهاز اسمه راوتر كده اهو، واحط هنا برده جهاز اسمه راوتر زي كده، وبعدين اوصلهم، خلينا بنفس اللون اللي سيسكو بتحبه لهذا الموضوع، بوصلهم بالبتاعه دي اللي هو اسمها ايه؟ الوان. مش ده اللي بيحصل؟ دي فاكيد اول رسمه خالص لما بنقول دي لان دي وان صح؟ طيب لما تبص ليها كده وهي بتحصل كده، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هل بي سي 1 لما اسالك دلوقتي عايز يكلم بي سي 11 محتاج جهاز في النص؟ محتاج جهاز في النص. على الاقل جهاز واحد، ده هنا في الحقيقه كام؟ جهازين صح؟ يعني راوترين كمان في النص مظبوط؟ ما ينفعش تقول لي ان هو هيوصل له ايه؟ على طول. فدي الاختيارات بتاعت الكمبيوتر اللي قلنا عليها المره اللي فاتت، يعني كل ده بنراجع كمان. كمبيوتر عنده اختيار انه هيكلم جهاز معايا في نفس الشبكه، وعنده اختيار تاني انه هيكلم جهاز مش معاه في نفس الشبكه. طب ده بقى بيحصل ازاي جوه الكمبيوتر؟ ازاي بيتخذ ايه هذا القرار؟ قال لك بسيطه جدا، في حاجه اسمها الراوتنج تمام تيبل.
في حاجه اسمها الراوتنج تيبل، وده بيبقى فيه النتورك. اوكي، وبعدين هنا هاو تو جيت ذير، وازاي اوصل لها. والراجل قال لك انا الدنيا عندي بسيطه جدا، ما عنديش غير سطرين يعني في الجدول الراوتنج تيبل ده اللي موجود في الكمبيوتر. الكمبيوتر فكرته بسيطه جدا، يا اما ماي نتورك عايز اوصل للشبكه بتاعتي، يعني تاني جهاز معايا في نفس الايه الشبكه، يا اما اوصل لايه اني اذر نتورك، اي شبكه ثانيه فين؟ في الدنيا، اي شبكه ثانيه في الدنيا، ما عندوش اختيارات ثانيه، صح؟ فزي ما قلنا لو هتكلم حد معاك في نفس الشبكه هتعمل ايه؟ تقدر تكلمه مباشره دايركتلي. لكن لو هتكلم حد في شبكه ثانيه محتاج مين؟ محتاج اروح للاستاذ اللي اسمه سلام سلام ورحمه الله وبركاته. اسمه ايه؟ ديفولت جيت واي. ديفولت جيت واي. الكمبيوتر؟ اه فاهمين الفكره؟ يبقى انا ادي كده. اوكي هنكبره شويه دلوقتي ونقول التفاصيل بتاعته، بس هو انا عايزك في بالك يبقى سيمبل از ذيس، يعني از سيمبل از ذيس. موضوع الراوتنج بالنسبه لك اهو. الكمبيوتر ده عنده اختيارين، هيكلم جهاز معايا باي نتورك يعني في الشبكه بتاعتي، يا في اي شبكه ثانيه في الدنيا. الشبكه بتاعتي انا هعرف اوصل له مباشره. الشبكه اي شبكه ثانيه لا مش هعرف اوصل له مباشره. محتاج مين؟ الديفولت جيت واي بتاعي، البوابه بتاعتي هي اللي هتوصل. ها؟ الوضع اتغير كده ولا في مشكله؟ ده الراوتنج تيبل. لو بصينا بقى الرسمه كبرناها شويه زي ما انتم شايفين كده، هنقول بغرض التبسيط ان في كام شبكه في الرسمه دي كده؟ الاول في كام شبكه؟ ثلاثه. شاطرين، ما تقولوش اثنين، صح؟ دي شبكه اللي هي ليه، ودي شبكه ثانيه بس في النص دي ما تنساش، دي شبكه ثالثه، صح؟ فاذا لو سميناها كده وطلعنا المفروض نقول ارقام اللي هي الاي تي ادرس، صح؟ بس انا عايز ابسط الدنيا خالص، مش عايز ادخل في موضوع الارقام دلوقتي خالص. اوكي؟ الشبكه A والشبكه B والشبكه A C. اسماء يعني مجرد حرف او حاجه ترمز للشبكه دي. بلاش A ودي و C عشان ما تفتكرهاش ان هي ماك ادريسز ولا حاجه، اجيب لك حاجه ابسط بكتير، X و Y و Z، بعيد خالص عن ايه؟ الماك ادريسز، صح؟ X و Y و Z، دول الثلاث شبكات بتوعي. حلو؟ فلما تقول لي هنا كده ماي نتورك، لما قلت لك بي سي واحد الشبكه بتاعته يقدر يوصل لها مباشره، ممكن اشيل ماي نتورك واحط مكانها ايه؟ الشبكه اسمها ايه دلوقتي؟ اكس. ودي التنازل اهي، تقول لي ما تحط واي وزد، هو ما يعرفش، خلي بالك هو ما يعرفش لا واي ولا زد ولا ايه ولا اف، ما يعرفش اي حاجه، هو يعرف الشبكه بتاعته اي حاجه ثانيه. الشبكه بتاعتي اي حاجه ثانيه، فاهمين القصه؟ اه جميل جدا. الشبكه بتاعتي هي اكس هوصل لها مباشره، اي شبكه ثانيه محتاج ايه؟ ديفولت جيت واي. طيب تعالى بقى نشوف الراوتنج تيبل. الناس فاكره ده موضوع كبير ومعقد، هو طبعا كبير ومعقد، بس النهارده لا، النهارده الموضوع سهل، النهارده مش معقد. ليه؟ ده الراوتنج تيبل برضه، بس المره دي بتاع الراوتر دلوقتي. وفي برضه النتورك. اوكي؟ وبعدين هاو تو جيت ذير، وازاي اوصل لها؟ بس ده راوتر بقى، الدنيا عنده اعقد شويه. ده مش زي الكمبيوتر، قلت لك الكمبيوتر ما يعرفش غير الشبكه بتاعته واي شبكه ثانيه ما يعرفهاش. لكن الراوتر هنا اول حاجه بيقول لك لازم الراوتر يكون عارف على الاقل يعني بالعقل كده الشبكات اللي هو متوصل بيها. صح؟ مش فاكر فيها، الكمبيوتر عارف منين الشبكه اكس؟ عشان هو متوصل بيها. دي واحد مش واخد رقم فيها ولا لا؟ فاهمين؟ مش انت اديته رقم او الدي اتش سي بي سيرفر ده رقم فعشان كده عارفها. طب الراوتر هنا متوصل بكام شبكه؟ راوتر واحد دوت. توصل للشبكه اكس وتوصل للشبكه ايه؟ واي. يبقى عارف يعرف يوصل للشبكه اكس ولا لا؟ يعرف يوصل للشبكه اكس ويعرف يوصل لمين؟ للشبكه واي. ازاي؟ نفس الكلمه دايركتلي يعني مباشره. محتاج اي حاجه؟ محتاج يعني سيبك انسى ده دلوقتي، عايز اكس او عايز واي، مش يعرف يوصل لهم لوحده ولا لا؟ يعرف يوصل لهم لوحده. يبقى اذا اكس بيوصل لها دايركتلي وواي برضه بيوصل لها ايه؟ دايركتلي. طيب عشان الراوتنج يشتغل ونقدر نوصل من بي سي واحد لبي سي كام؟ 11، تمام؟ انا محتاج اعمل ايه في الراوتر دوت؟ محتاج ان انا اعرفه الشبكه اللي طيب يبقى معلش نرجع تاني نقول الحته ديت. يبقى الراوتر اول واحد طلع ان هو يعرف الشبكه اكس والشبكه واي، يعرفهم ليه؟ لانه واخد رقم هنا يا جماعه واخد رقم هنا، مش قلنا ان هو بياخد اي بي ادرس الراوتر ده في كل شبكه بيتوصل بيها، فعشان كده يعرفه وبالتالي يعرف يوصل لهم دايركتلي، موجودين عنده ازاي يوصل لهم بسهوله. لكن ما يعرفش مين يا جماعه؟ زد. لازم يعرف الشبكه زد، يبقى دي
ان هو محتاج يعرف الشبكه زي عشان يقدر يوصل هو تاني بي سي واحد لو عايز يوصل للبي سي 11 هيبعت الداتا قلنا لمين؟ للديفولت جيت واي يعني هيبعتها لمين؟ لار 1 ار 1 لازم يتصرف ويبعتها لزد ولا لا؟ لازم يتصرف ويبعتها لزد طب يعمل ايه؟ يقولوا لي انت غير اكتب هنا ايه؟ لما الشبكه زد ازاي اوصل لها؟ اروح لمين؟ لار 2 يبقى هكتب هنا فاهمين الفكره؟ اروح لمين؟ لار 2 بس كده يعني انت اكس وواي تبعك متوصل بيهم اديك اليمين واديك الشمال لكن زد لا مش متوصل بيها فبتروح لمين؟ لار 2 حلو؟ طب تعالوا نفكر بوجهه نظر استاذ ار 2 نفس القصه اوكي راوتنج تيبل بتاع ار 2 المره دي وبرده في نتورك وبرده هاو تو جيت ذير وازاي اوصل لها؟ حلو؟ برضه نفس القصة نكتشف ان هو متوصف عنده الشبكة زد وعنده الشبكة واي ودول اللي اقدر اوصل لهم ازاي؟ متوصلين بيه دايركتلي فالراجل مش محتاج يعني ما عندوش أي مشاكل عارفهم لوحده زي الكمبيوتر بالظبط وعارف الشبكة اللي هو متوصل فيها. إيه اللي هو محتاج تدخل مننا أو شغل مننا عشان خاطر يعرفوا الشبكة البعيدة عنه اللي هي بإيه؟ إكس. يبقى هنا هنحط إيه؟ أستاذ الشبكة إكس وطبعا بره عشان يوصل لها عليك بيروح لمين؟ أر 1. شفت الراوتنج هيك ازاي؟ تفهمت كده بقى؟ عملوا ديفولت جيت واي لا لا ديفولت جيت واي ده موجود فين؟ في الكمبيوتر مش في الراوتر ممكن يكون مثلا مكان الراوتر ما هنشوف بقى لسه دي انت بتنط حاطه وسط قبل هيك تمام؟ هنشوف لسه القصه دي امتى الراوتر يبقى عنده ديفولت جيت واي تمام؟ لكن هنا عشان في شبكه صغيره انا مش محتاج كده كل اللي محتاج اعمله زي ما انت شايف كده اهو بهذا الشكل يبقى بص شفت الموضوع سهل ازاي؟ الموضوع عندي ان الراوتنج تيبل هو اللي بيخليني اقدر اوصل الراوتنج تيبل هو اللي بيخليني اقدر اوصل من شبكه لشبكه اخرى جوه الكمبيوتر وظيفته بسيطه جدا لان الكمبيوتر عنده الشبكه بتاعته وبس تمام ايه دي اي شبكه ثانيه في العالم ما يفرقش معايا هي مين يعني ما يفرقش معايا اذا كانت واي ولا زد ولا الانترنت ولا اي شبكه ثانيه نفس الكلام في الكمبيوتر الناحيه الثانيه نفس الكلام في اي كمبيوتر الراوتر وظيفته اعقد شويه بس مش معقد قوي بسيطه برضه بيقدر يوصل شبكات ببعضيها، فالراوتر ده موصل اكس بواي وبالتالي هو عارف اكس وعارف واي. لكن ما يعرفش مين؟ زد، يبقى لازم يعرف زد. ففكر فيها كده، نمشي كده خطوه خطوه. لو كمبيوتر بي سي واحد دوت عايز يوصل الى اكيد اللفه الطويله اللي احنا قلناها قبل كده الرسم اكبر كده بكتير لبي سي 11. قلنا اول خطوه هيبعت الداتا دي هتوصل لمين؟ للاستاذ ار 1. حلو؟ الداتا هيبقى مكتوب جواها كده بي سي 1 رايح ل بي سي 11 دي اي بي ادريسز دي ايه؟ اي بي ادريسز فالراوتر لما يجي يقول انت عايز بي سي 11 انا ما اعرفش بي سي 11 ما اعرفوش قال لا طب انت هتوصله ازاي؟ بسيطه خالص بي سي 11 تبع انهي شبكه؟ زد يبقى انا ما اعرفش بي سي 11 مش هعرف ان هو تبع مين؟ هقدر اعرف كده بالارقام بتاعتي هتعرف كده بالارقام بتاعتي تبع مين؟ تبع زد اعمل فيه ايه؟ التعليمات موجوده عندك ايه؟ ابعته لمين؟ او جاي بعته لار 2 توصل لار 2 نفس الباكت هي هي هيلاقي جواها ايه؟ بي سي 1 رايح لمين؟ بي سي 11 هيبص برضه انت رايح فين؟ بي سي 11 اعرفه ده؟ برضه لا ما اعرفوش ليه ما تعرفوش؟ لان يعني ما فيش حاجه اسمها بي سي انا بعرف شبكه بس مفيش مشكله لان بي سي 11 تبع عندي شبكه زد الله ده تبعي ده بتاعي سهل بقى كده خالص يعني مش محتاج لسه تبعته لحد تاني وفيها قصه مفيش اي قصه باركلي مباشره انا هقدر ابعت الداتا دي مباشره لبي سي 11 فاهمين الفكره؟ مباشره معناها ان انا اقدر اوصل له بدون محتاج جهاز تاني في النص مباشره معناها ان لو ماك ادرس هعرف اجيب الماك ادرس دوت واحطه في الفريم وابعته زي ما شرحنا في المثال الطويل صح ده معنى مباشره يعني فكر فيها بي سي 1 وبي سي 2 انا كاتب ان هو لو عايز تكلم جهاز معاك في نفس الشبكه اكس دايركتلي يعني ايه دايركتلي؟ يعني البي سي 1 كده شكل الفريم بي سي واحد رايح على بي سي 2 ده ده طب وشكل ده الباكتس وشكل الفريم هيبقى عامل ازاي؟ بي سي 1 وبي سي 2 صح؟ الاي بي ادرس بتاعنا هو اللي هحطه كسورس واحط الماك ادرس بتاعنا كسورس هحط الاي بي ادرس بتاع بي سي 2 كديستنيشن واحط الماك ادرس برضه بتاع بي سي 2 كديستنيشن صح؟ ما هو ده مباشره جبت الماك ادرس منين؟ هي دي الحته اللي احنا قعدنا شرحنا فيها ورجعنا دماغنا اللي اسمها الارك اسمها ايه؟ الارك بس جبته شكرا انتهى الموضوع تمام؟ لكن بي سي 1 رايح لبي سي 11 لا مش سهله لانك لما تبص على الفريم بتاعته اوكي يعني خلينا نكتب هنا كده ده لير 3 وده لير 2
لاير 3 ولاير 2 ادي الفريم بتاعته هتبقى بي سي 1 الباك ادرس بس هحط الباك ادرس بتاع مين؟ بتاع ار 1 اللي هو هنا ده صح كده؟ عشان كده انا قلت لك عشان ما تعرفش توصل له بايه هو شرط وهو ده راوتنج في الجدول عنده هو بيقول له كده هو هيفهم انه دايركتلي معناها اه انا هروح اجيب الباك ادرس بتاعه هروح اسال ار وار هيتصرف وكله تمام تمام؟ لكن هنا هقول له ايه؟ هروح اسال ار بس هقول له ار هات لي الباك ادرس بتاع مين؟ بتاع الراوتر مش هقول له هات لي الباك ادرس بتاع البي سي زي ما عارف يجيبه هنا هقول له هنا هات لي الباك ادرس بتاع مين؟ بتاع الراوتر دي الفكره كلها واضح القصه؟ طيب تعال نشوف الكلام دوت في الكريكلم هنا التو اوبشنز دول كده محتاج ان انا راوتنج تيبل ده اعرفه لا ما تقولش اقول له ولا هو بيبقى. فكر فيه يعني ايه دايركتلي؟ عرفت منين ان الشبكه اكس دي بتوصل انت بيها وكده؟ لما خدت رقم تمام؟ يعني انت خدت رقم جبته سواء مانيوال او سواء ده جنبك لما خدت الرقم مش لوحده ومعاه السبنت ماسك فاكرينه؟ عشان ده بيعرفك فين الحته بتاعت الشبكه بالظبط فلو انا قلت له مثلا الراجل دوت رقم حضرتك 192 تمام 168 دوت 1 دوت 5 مثلا ده الرقم بتاعك ما ينفعش لوحده لازم اقول له كده 255 255 255 0 فين الشبكه كده؟ فاكرين؟ مش قلنا دي شبكه او ثلاث خانات هم دول الشبكه صح؟ اديني عرفت الشبكه بتاعتي يعني ممكن اشيل زد اكس دي دلوقتي واكتب هنا كام؟ 192 168 1 اكس اكس دي معناها ايه في الاخر؟ اي رقم تمام؟ فانت عايز تتكلم رقم 162 71 ماشي 162 1 150 ماشي اي رقم ما تفرقش معايا اي رقم بيبتدي بالثلاثه دول هعرف اوصله ولا لا؟ هعرف اوصله فانت بنيت الجدول ده ازاي عشان انت بتقول الجدول ده جاب مين؟ صح يعني انا اللي هحطه الراجل بنى السطر ده ازاي؟ اول ما خد الاي بي ادرس والماسك هو ذكي قال لك اه بما ان الاي بي ادرس كده والماسك كده يبقى انا شبكتي ايه؟ كده شفتوا ازاي؟ سهل خالص صح؟ طب ده جابه منين؟ اه فاكرين لما الراوتر مش الراوتر سوري الدي اتش بي سيرفر بيوزع عليك مش لازم يديك الاثنين دول بس هم دول اه الاساسي لازم محتاجهم لكن ممكن يزود لك كذا حاجه ثانيه زي دي اتش بي سيرفر يزود لك ايه؟ الراوتر ويزود لك مثلا الدي ان اس صح؟ انا اهتم بالراوتر ان هو يقول لك الراوتر بتاعك او الديفولت جيت واي بتاعك فلو الدي اتش بي سيرفر اداني ديفولت جيت واي هعمل ايه؟ اه ده في حد ممكن يطلع لي لبره او جاي كاتب اي حاجه بره ابعتها للراجل ده بس تمام؟ يعني على فكره لو انت ما اديتلوش ديفولت جيت واي عشان يقول لك الكمبيوتر ممكن يشتغل لو عايز ادرس السبنت ماسك بس ما ادلوش ديفولت جيت واي هيبدا يشتغل تمام؟ هو ما ينفعش يشتغل الا بالاثنين دول بس دول اجباري لكن اي حاجه ثانيه مش مهمه. هتقول لي طب ازاي؟ لا هيشتغل بس هيشتغل هنا بس. هيعرف يتكلم بي سي 2 بي سي 3 مفيش اي مشاكل. ان شاء الله في هنا بي سي هيعرف يكلمه لكن يعرف يتكلم بي سي 11 ده ولا هيعرف يتكلم الانترنت ولا هيعرف يتكلم اي حاجه بره مش هيعرف. لان ما عندوش ايه؟ ما جاتلوش حاجه زياده. هو عنده كده بس لما انت عرفت الرقم بتاعه بقى عنده في الراوتنج تيبل بس كده انا عارف الشبكه بتاعتي. لكن اول ما تزود له تمام وتقوم جاي حاطط له ديفولت جيت واي سواء مانيوال او عن طريق الدي اتش بي سيرفر يقول لك اه حاضر طيب اني اذر نتورك اوكي لو عايز اوصل لاي شبكه اخرى اروح لمين؟ للراوتر المره دي اكتب اسم الراوتر اعتقد هو ار 1 تمام واضح يبقى اذا الكمبيوتر بيقول لحضرتك انا ممكن اكلم اي حد معايا في نفس الشبكه وممكن اكلم اي حد بره الشبكه. اوكي؟ دي لها طريقه وسكه ودي لها طريقه وسكه وده الراوتنج تيبل بتاعي. بالنسبه للماك ادرس بقى. هو مرتبط بالماوتنج؟ بص انا لما بكتب لك هنا هاو تو جيت ذير ده ليها علاقه بالاثنين. دايركتلي معناها ان انا لما اروح اقول للارب مش انا الطبقه اللي بعديها بدي انا اللي بدي امر للارب فاروح اقول للارب هات لي الماك ادرس مباشره بتاع الرقم دوت صح؟ ار 1 معناها ان انا هقول للارب ايه؟ هات لي الباك ادرس بتاع الديفولت جيت واي. فاهم الفكره؟ يعني انا بقول له تمام هنا لما تكتب كده ازاي توصل هنا بهذا الشكل ده معناه الراجل ده معايا في نفس الشبكه اللي هتكلمه فهروح اجيب الباك ادرس بتاعه هو نفسه. 192 170 177 153 هعرف اجيبه. بس ما بيخرجش بره الراوتر. ما بيخرجش بره الراوتر. هتخرج بره الراوتر ليه؟ لما انت بتكلم جهاز معاك في نفس الشبكه مش محتاج الراوتر في حاجه اصلا. طب لما يجي الراوتر دوت يكلم الراوتر الثاني ايه اللي هيخلي الراوتر يكلم الراوتر؟ علشان قصدك اللي عاكس الداتا؟ اه زي ما هي الداتا اللي ماشيه بيها ماشيه 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 كده بالظبط اوكي عشان يجيب ال عشان يكلم البي سي الاخير حلو بيبعت الماك ادرس معايا صح؟ مفيش ماك ادرس هنا دي واي ما فيهاش ماك ادرس فاهم الفكره؟ يعني انا دلوقتي الفريم جات لي الناحيه دي لقيت فيها الماك ادرس بتاعي كده بتاع ار 1 او جاي فاككها هبص جوه هلاقي انت عايز تروح للبي سي 11 هدور في الجدول ب
يلا ده بيس 11 انت تابع زد، ابعتها لار 2. ابعتها لار 2 ازاي؟ من هنا بالوان. الواد دي فيها ماك ادرس قلناها المره اللي فاتت او المره اللي قبل اللي فاتت لما شرحنا اللي هي الرسمه الكبيره. الوان ما فيهاش ماك ادرس، الواد دي ما فيهاش ماك ادرس، بتبعتها بفريم ثانيه خالص ما هياش اصلا ايثرنت فريم. فريم ثانيه يعني خالص. بقى كده الشغل بالماك ادرس عند اول وان. اول وان لا مش اول، مش لازم. هو الوان دي يعني في اختيارات كتيره ان الاجهزه ازاي تتوصل لبعض. لو متوصلين بايثرنت ماشي يعني ممكن الراوترز تتوصل بايثرنت، انا ما بقولكش لا، بس في المثال بتاعك صلاه تقدر دي انا موصلهم ازاي؟ بوان. والوان دي ما بتشتغلش ايثرنت، وبالتالي ما بتحتاجش ماك ادرس او ما فيهاش اصلا ماك ادرس. تمام؟ احنا محتاجين ماك ادرس ليه في الايثرنت؟ عشان الايثرنت من اول ما اتعملت وهي شكلها كده. شويه اجهزه متوصلين بكابل مع بعض، صح؟ فلازم يبقى في ادريسنج، لكن بص الوان شكلها عامل ازاي؟ فكر فيها، انت شويه كهرباء طلعت من هنا، هتوصل فين؟ الكهرباء دي اللي ماشي على الخط الاحمر ده، تمشي 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 مش هتوصل فين؟ في حته ثانيه تروحها؟ لكن هنا لو بعت شويه كهرباء هنا هتروح فين؟ هتروح لبي سي 2 هتروح لبي سي 3 هتروح لمين؟ للراوتر. يعني فاهم الفكره هم فكروا ازاي؟ اللي عمل الايثرنت بنوها كده بهذا الشكل، فلازم يبقى فيه عنوان ولا لا؟ لازم، والا ما هو لما توصل لبي سي 2 وتوصل لبي سي 3 توصل للراوتر، مين اللي هيفتحها؟ مين اللي هيفتح الفريم ديت ويقول دي بتاعتي انا؟ صح؟ لكن بص دي تمشي كده لغايه لما توصل بس سنترال لا 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 ما لناش دعوه بالكلام ده، ما لناش دعوه بالكلام ده، احنا بالنسبه لنا تمام فاكرين لوجيكالي وفيزيكالي تمام، لوجيكالي هي متوصله كده، فانت مالكش دعوه بالسنترالات ولا اللي بيحصل في النص ولا ايه، لان هي في الاخر فعلا كده اشاره الكهرباء اللي هتطلع من هنا فاكرين شويه صفار واحد كده، بعت صفر واحد صفر واحد صفر هيوصل لك ازاي؟ صفر واحد صفر واحد صفر، فاهمين الفكره؟ كل بعت صفر يوصل هنا صفر، بعديه بعت واحد يوصل واحد، بعديه واحد كمان يوصل واحد، هي بتمشي كده. هي فكر ان دي كانها ماسوره، تقول لي لا ده في النص سنترالات وراوترات وسويتشات وساتلايت، انا ماليش دعوه. انت مالكش دعوه هي شغاله ازاي في النص، بس هي بالظبط كانها ماسوره، فاهمين الفكره؟ كانك بالظبط شغال في ايه؟ في الماسوره دي. فعشان كده بتوصل بهذا الشكل. ده في فعلا في النص كده حاجات غريبه موجوده في السنترالات والحاجات دي، دي سؤال مثلا وبراس وحاجات. هندرس حبيبي كل ده، جاي؟ بس في الاخر مصر هو الواحد. مش هندرسه بالتخصص، هندرسه عشان تعرف معلومته، اوكي؟ تعرف يعني ايه الاسلام، يعني ايه براس اللي هو بيقول عليه، يعني ايه اللي موجود في السنترالات، طب السنترالات بتوصلنا ازاي، بس بندردش فيه، مش بندرسه تخصص، لان اللي بيدرسه تخصص ده اللي عايز يروح يشتغل في سيرفيس موبايل. يعني لو انت عايز تروح تشتغل في فودافون، في تي داتا، في اتصالات، في الناس ديت، بتدرس تراك تاني خالص في سيسكو اللي هو سي سي ان اي سيرفيس بروفايدر، سي سي ام بي سيرفيس بروفايدر، سي سي اي سيرفيس بروفايدر وهكذا. اللي احنا بندرسه ده اسمه ايه؟ راوتنج سويتشنج. راوتنج سويتشنج ده بيقول بيفترض ان حضرتك شغال فين؟ شغال في شركه، الشركه دي عندها فرع في القاهره وفرع في اسكندريه، فاهمين القصه؟ مش شغال عند تي داتا، لان هم بيتكلموا في حاجه ثانيه خالص، في كلام ثاني خالص، يعني هم احنا بنهتم في الرسمه دي كلها زي ما قلت لكم، البتاع دي بالنسبه لي ايه؟ حته ماسوره او كابل، فانا بهتم بايه؟ اللي بيحصل هنا واللي بيحصل هنا، بهتم بحاجه هنا في النص دي؟ هو بقى لما تدرس سي سي ناوت ريسيرش يقول لك ايه؟ انا ماليش دعوه باللي بيحصل هنا وماليش دعوه باللي بيحصل هنا، انا مهتم بايه؟ بالحته دي كلها، انا عايز اعرف كل حاجه بتحصل هنا، العكس بتاعنا خالص. تمام؟ طيب وضع لغايه دلوقتي بس في اسئله وفي تفاعل معناها ان الناس ايه بتحاول تفهم تمام. فاذا تاني الكمبيوتر عنده تو اوبشنز، جهاز معاه نفس الشبكه، اي جهاز بره في اي شبكه ثانيه يبقى انا ماليش دعوه ما اعرفش اوصل له، ادي الراوتر، الراوتر ده هيعرف. طب الراوتر عارف منين؟ يعني فكر فيها، ار واحد عنده الشبكه اكس وعنده الشبكه واي، ماشي عرفهم زي الكمبيوتر، يعني يعرفهم زي الكمبيوتر، مش واخد فيهم رقم، فلما خد رقم عرف الشبكه اكس، مش احنا قلنا الكمبيوتر اول ما خد رقم عرفها، وانا برضه هدي الراوتر رقم عارفها، عارف الشبكه واي ازاي؟ اديته فيها رقم، انت اللي هتديه، هنشوف الكلام ده النهارده. طب العيب شبكه زد ازاي؟ هي دي حاجه جديده، فاهمين قصدي؟ يعني هو لوحده يعرف اكس وواي، والراجل اللي برضه لوحده يعرف مين؟ واي وزد لوحده، من غير يعني ما نعمل حاجه او اختراع، لكن الشبكه زد عشان ده يعرفها في اختراع. طب والراجل ده عشان يعرف الشبكه اكس برضه في اختراع. فاهمين القصه بتاعتنا؟ هو الاختراع ده هو كل دراسه حضرتك في سي سي ان اي راوتنج، مش السويتشنج بس، الجزء اللي هو بتاع الراوتنج اللي هو الاغلبيه بتاعت الكورس في الحقيقه، كله بندرس الحته دي، هو عارف دي منين؟ هو عارف دي منين؟ وهنا ده عارف دي منين؟ قصه كبيره جدا جدا، وتدرس سي سي ان اي وسي سي ان بي ولغايه السي سي ان اي وانت بتحاول تعرف هو عارف دي منين؟ وايه الطرق المختلفه ان انا اعرفه دي؟ طب واضح كبرنا بقى الرسمه شويه وحطينا شويه راوترات والكلام ده وعرفنا ان الراوتر اثنين بيتوصل براوتر ثاني من خلاله يقدر يوصل هنكبر وهنشوف كل الاختيارات. احنا دلوقتي بنعمل كده سمبليفيكيشن، شبكه بسيطه تمام، بحيث ان انت ما يبقاش في قدامك اختيار. الشبكه اللي هو عايز يكبرها ديت معناها ان يبقى في اختيار. يعني ايه في اختيار؟ يعني عشان اوصل من هنا لهنا
في اكتر من سكه واكتر من باث بنسميها اكتر من راوت بنسميه برضو راوت صح. لكن انا بالنسبه لي دلوقتي انا عايزها سيمبل كده وهنعقدها كمان شويه اوكي. طيب بيقول لك هنا كمان ان الكمبيوتر فيه اختيار ثالث. لا انا اقول من ساعه ما ابتدينا الكمبيوتر ملوش غير اختيارين يعني هيكلم جهاز معاه في نفس الشبكه اي حد تاني. الاختيار الثالث احنا ما بنقولوش ان هو مش مهم. اللي عارفين ايه الاختيار الثالث؟ انه يكلم نفسه. ليه كده الكمبيوتر الجن؟ مش هنقول على اللي كان نفسه ده مجنون؟ صح؟ آه. لا هو مجنون مش ولا حاجه بس في بعض الحالات القليله اللي نادره ما بتحصل ان الكمبيوتر محتاج يكلم نفسه. ايه الحاجات القليله اللي انا بقول عليها دي؟ بسيطه خالص. حضرتك رحت درست ويب ديزاين. رحت درست ايه؟ ويب ديزاين. سهل جدا تدرسه يعني من على الانترنت سيلف بيست كورسز تقرا كلمتين تبقى سهل جدا. وبعدين عايز تطبق اللي انت اتعلمته في الويب ديزاين ده. الويب ديزاين يعني اصمم صفحه صح؟ فعايز اصمم صفحه. فتقوم جاي تصممها في احد برامج التصميم اللي هم كتير جدا جدا. اوكي برامج ايه اللي بتصمم بيها صفحات الانترنت. رحت صممتها عارفين ال HTML وال CSS وشويه حاجات كده غريبه وتصمم الصفحه ديت. وبعدين عايز تجربها بقى يعني الصفحه دي حضرتك عملتها قاعد شغال على الكمبيوتر او اللابتوب بتاعك رحت صممت الصفحه وحطيت صور وحطيت كلام بقى شكلها جميل كده زي صفحات الانترنت اللي انت بتخش عليها. عايز تجربها تعمل محتاج ايه عشان تجربها فعليا؟ ارفعها احطها على ويب سيرفر صح؟ مش محتاج ارفعها احطها على ويب سيرفر؟ ما عنديش يعني انا لسه بتدرج هو الويب سيرفر ده فين؟ يعني ببلاش موجود ولا تمام؟ يعني في طبعا اوبشن زي ببلاش الحقيقه بس انا عايز اجرب ما عنديش انترنت مش هقول لك حتى معيش فلوس ما عنديش ايه؟ انترنت دلوقتي بس عايز اجرب ينفع تجربها؟ قال لك اه ينفع تجربها ازاي؟ هتنزل على الجهاز بتاعك انت في البيت ويب سيرفر هتنزل سوفت وير اسمه ايه؟ ويب سيرفر سيميليشن حاجه زي كده تمام؟ طب وبعدين؟ فكر فيها اكيد القصه اللي انا عملت عليها كلها من ساعه البدايه ان انت تروح تكتب ويب سايت مثلا تقول له جوجل دوت كوم وتدوس انتر قلنا ان الكمبيوتر بتاعك هنا والسيرفر ده هناك وعايزين نعرف اللي بيحصل في النص ما بينهم. دلوقتي الكمبيوتر بتاعك هنا والسيرفر فين؟ جوه الكمبيوتر. انت فاهم انت عملت ايه؟ انت نزلت سيرفر فين؟ جوه الكمبيوتر بتاعك. فيحصل موقف ظريف جدا موقف شكله كده. اوكي ممكن نجيبه في ماشي ده مش هيفرق معايا مش هيفرق في جدول واحد فايه ممكن اوريه لكم هنا كده. مين دول طبعا؟ سبع طبقات صح؟ احنا متعودين لما انا بحب افتح ويب سايت ببدا فوق هنا واقول البراوزر افتح كذا وببعت ملف او ببعت ايه بتبدا هنا صح؟ وتقعد تنزل 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 لغايه لما تطلع شويه كهرباء مظبوط؟ المره دي ده لو انت عايز تكلم جهاز معاك في نفس الشبكه جهاز بره الشبكه مش لازم تمشي كده ولا لا؟ المره دي انت عايز تكلم مين؟ نفسك يعني هنا ادي البرنامج بتاع ايه مثلا؟ برنامج مين اللي بيشتغل بتاع ويب ديزاين؟ كان في زمان فرونت بيج بس دلوقتي اكيد مفيش حاجه اسمها دريم ويفر دريم ويفر دريم ويفر لسه موجوده صح؟ اوكي في برنامج مشهور اسمه دريم ويفر تمام ده بتاع ادوبي اوكي نفس الناس اللي بيعملوا فوتوشوب حلو فده البرنامج عندك وبعدين انت نزلت فاكرين برنامج الويب سيرفر اللي بقول لك عليه تمام واحد اشهر واحد ويب سيرفر تقريبا موجود حاجه اسمها اباتشي اسمها ايه؟ اباتشي فده برنامج عندك اللي هو الكلاينت وده برنامج ايه؟ السيرفر الاثنين جوه الجهاز فعارف اللي يحصل؟ الداتا تطلع من الكلاينت يدي امر يدي امر يدي امر لغايه لما يوصل هنا لغايه لما يوصل فين؟ هنا فيلاقي نفسك ان انت بتكلم مين؟ نفسك مش بتكلم لا رقم معاك في نفس الشبكه ولا رقم اي شبكه ثانيه انت بتكلم مين؟ نفسك ولو حاجه مخصوصه في الحياه فبدل بص بدل ما يقوم جاي نازل كده ويقوم جاي يطلع ثاني يقوم جاي يعمل ايه؟ يلف ويرجع ثاني شفت ازاي؟ شفت عمل ايه هنا؟ ما دي خطوه لسه بنت اللي تحت اللوحه اهو انت وقفت على الريسه اللي انت ما طلعتش برضه يعني وقفت وبعد الريسه اللي انت هنا ورحت ايه لافف وايه وراجع تاني فاهمين القصه؟ فبدل ما تخرج الداتا بتاعتك وتكون فريم والكلام ده كله لا مجرد لفيت وايه ورجعت تاني فده هو الاختيار الثالث ان انت تكلم ايه نفسك يعني لو انا جيت هنا كده اوكي ازوده النتورك اللي انا هكلمها هنا اوكي هي ماي سيلف تمام؟ طب ودي هتكلمه ازاي؟ برضه دايركتلي بس في الحقيقه من غير اي ماك ادرس ولا حاجه من غير ايه؟ اي لا ماك ادرس ولا مش ماك ادرس الموضوع. هتكلم نفسك على طول. بس الفيزيكال بس ما بيستخدمهاش؟ الفيزيكال بس ما بيستخدمهاش؟ ما بيستخدمهاش. بيستخدم كل الطبقات الثانيه ما عدا الفيزيكال.
هو ما بتطلعش، انا ما بطلعش بره الجهاز عندي. بوصل لغايه ايه؟ الايثرنت زي ما انت شفت كده وارجع تاني. كاني بقى مبني على نفسي، على نفس الاي بي بتاعي. ده التراب بيديله مش مستخدم الاي بي بتاعك، ما هي دي الفكره. ان هو اي بي مختلف مش الاي بي بتاعك. اي بي مخصوص عملناه وقلنا للكمبيوتر خلي بالك ده الاي بي ده معناه ان انت بتكلم نفسك. اوكي؟ مش الاي بي بتاعك انت، عارف ليه؟ لو كان الاي بي بتاعك انت يبقى الداتا طالعه من 192 192 1 5 رايحه لفين؟ ل 192 192 1 5 عارف لو عملت بيج على نفسك يعني اهو تعالى هنا كده بسرعه عارفين طبعا انتوا ايه الكومنت برومبت بتاعتنا اعمل الاول كده سريعا اقول له اي بي كونفج عشان اعرف ايه الاي بي ادرس بتاعي فين الاي بي ادرس بتاعي فوق في الواي فاي اهو 192 192 1 13 صح؟ بص كده هقول له بيج على 192.168.1.13 وهنشغل اظن استخدمناه كذا مره دلوقتي فاكرينه المره اللي فاتت اعتقد استخدمناه الحاج وير شارك صح اللي هو بيكابشر الداتا هتشوف بنفسك دلوقتي اوكي في الواي فاي اهو هدوس كده على الواي فاي عشان يبدا ايه يكابشر وبعدين اروح ادي امر البينج ده انا ببينج على نفسي حلو اوكي نقول له ستوب اوكي شايفين في حاجه حصلت؟ مش انا عملت بينج على نفسي والبينج نجح اهو؟ في حاجه حصلت؟ مش الراجل ده بيكابشر الداتا اللي طالعه واللي داخله وهي شارك اللي طالعه واللي داخله ولا لا؟ هتقولي ايه الكلام ده؟ انا بدور على بينج يعني انا بس هنا بدور على كلمه بينج مفيش كلمه بينج مفيش ايه؟ كلمه بينج مفيش اي حاجه هنا حصلت يعني هو حاجه بسيطه 26 باكيت بس اللي حصلت ما فهمش ولا واحده فانا بنبص بسرعه كده ما فهمش ولا واحده ايه بينج دي القصه فاذا الكمبيوتر لما بيكلم نفسه بالاي بي ادرس بتاعه اوكي بهذا الشكل ما بيطلعش بره الجهاز اصلا ده طلع ان هو ايه بيلف ويرجع تاني هنا كده بهذا الشكل بيلف ايه ويرجع تاني هنا زي بالظبط ان هو يكلم نفسه بهذه الطريقه طب ليه اخترعوا له رقم مخصوص وعملوا له رقم مخصوص هنا كده بهذا الشكل؟ عشان خاطر الكمبيوتر نفسه لما يدور هنا في الراوتنج تيبل يلاقي الموضوع سهل. يعني ايه؟ هنا بقول له ارجع لف وارجع تاني، يعني في الحقيقه اللي بلاش بقى مش احتمالك دايركتري. اوكي؟ اهو عشان تبقى فاهم بقى القصه بالظبط، بنكتب كده. لوب باك. لوب باك لوب معناها لفه، باك ورا، صح؟ الكلمتين مع بعض معناهم ايه؟ لف وارجع تاني. لف وين وارجع تاني. فلما يلاقي الكمبيوتر يلاقي رقم غريب بيتكتب هنا والتحديد اهو اكتبه لك برضه عشان تشوفه. ده الرقم الغريب اللي محجوز لهذا الغرض، ده رقم ثابت في كل اجهزه العالم، يعني اي جهاز في العالم عايز يكلم نفسه هيكلم انهي رقم؟ الرقم ده مش رقم هو صح؟ هيكلم الرقم ده مش رقم هو 127.001. فلما الكمبيوتر يلاقي الرقم ده لا انت عايز تلف وارجع تاني. ده اللي هو اللوب باك لوب باك ده بيستخدم علشان تشيك لو استخدمت لك ده له كذا استخدام انا اديتكم مثال اللي هو بتاع ايه؟ الويب ديزاين صح؟ هنشوف له مثال تاني بعد كده زي ما انت بتقول هو اللي تشيك لكن هو ده استخدام تاني له ده استخدام مشهور جدا اوكي اي حد بينزل ابلكيشن في الحقيقه عنده على كمبيوتر بيلاقي الكلام دوت بيحصل بهذه الطريقه تمام؟ فاذا دلوقتي الكمبيوتر يعرف الشبكه بتاعته اللي هي في المثال بتاعنا 192.168.1 اكس ويعرف الشبكه اللي هي 127.001 ديت اللي هو طلع حاجه اسمها اللوب باك معناها لف وارجع ايه تاني وده بيسهل زي ما قلنا علينا جدا ان انت تحب ايه تكلم نفسك اي ابلكيشن بقى هينزل اي ابلكيشن هينزل زي الويب سيرفر دوت افاتش اللي احنا نزل دوت هيقول ان هو رقمه كام؟ هل محتاج يكتب رقم وهو رقم الجهاز بتاعك؟ فاهمين الفكره يعني هنا دريم ويفر رقمه 192.168.1 وانا عامله كام؟ 5 كنت ممكن تقول ما ده كمان يسمي نفسه 192.168.1.5 بس ايه المشكله في كده؟ المشكله ان الرقم بتاعك ده كل يوم بيتغير ولا لا؟ مش كل يوم بيتغير وكل مره ممكن تخش الشبكه يبقى رقم مختلف انا مش عايز كده انا عايز اثبت الرقم بتاع ايه السوفت وير اللي بينزل على الجهاز عشان كده السوفت وير وهو بينزل يقوم جاي يقول لك انا رقمي 127.001 فلما البرنامج ده يكلم ده يبعت باكت ده السورس بتاعها وده الديستنيشن 127.001 الراجل يدور في الراوتر تيبل هي متسجله فيه ده رقم عالمي في اي ويندوز في اي كمبيوتر في الموبايل بتاعك اي حد عنده تي سي بي اي بي عارف ان الرقم ده محجوز لان هو ايه؟ لف ورجع تاني. لف وايه؟ ورجع تاني. فبيعمل كده اللفه اللي مش والاي بي ده يا باشمهندس بيجي في اختيارات كده بيقول لك ان هو فاليد اي بي
توكن جيت ويز ويز اذر نتورك. لا الرقم دوت فاليد اي بي ان انا كوميونيكيت ويز ماي سيلف، ما بيقولوش اي فايده ان انت تكلم نفسك، مش هينفع تستخدمه في ان انت تطلع بره الجهاز، يعني ممنوع ان هو يطلع بره الجهاز، فاهمين الفكره؟ فاذا ملوش اي استخدام غير ان انا بس حد اكلم نفسي، وطبعا اكلم نفسي دي بستخدمها في حاجات كتير، احد الامثله موضوع الويب ديزاين او الويب ديفلوبمنت بهذه الطريقه. اوكي؟ طيب ما تيجي ناخدها خطوه كمان. خلاص اهانت اخر خطوه في الكمبيوتر. الكمبيوتر دلوقتي هنا حطيت لك الرقم بتاع الشبكه بتاعته، عرفوا منين اللي هو رقم كده؟ بالاي بي ادريس بالسابنت ماسك، بالسابنت ماسك راح قال لك الرقم كده، صح؟ طب دي بقى اني اذر نتورك مكتوب انا كده كلمه اني اذر نتورك، هنا مكتوب ماي سيلف، هنقدر نشيلها دلوقتي ونقول ان هي ايه؟ 127.001 صح؟ فهمناها دلوقتي ان هو بيكلم نفسه. دي برضه عايزين نشيلها، مفيش حاجه اسمها في الكمبيوتر عندنا اسماء، مش احنا اتعودنا خلاص الراجل بيشتغل بايه؟ ارقام بس، فمفيش حاجه اسمها اني اذر نتورك، امال ايه؟ برضه زي ما عملنا رقم خاص، انتوا عارفين يعني ايه رقم خاص ولا لا؟ عشان نفهم القصه، رقم خاص يعني رقم محجوز ما ينفعش حد ياخده. رقم خاص يعني رقم له استخدام معين ما لوش غير الاستخدام دوت. فلما اقول لك 127.001 ده رقم خاص لاستخدامه لو عايز تكلم نفسك او عايز تلف وترجع تاني في الكمبيوتر يبقى هو كده. يعني ما ينفعش الكمبيوتر نفسه تقول لي ده رقمه 127.001، لا طبعا. يعني ده الايباد سكاي، لا الايباد سكاي ما ينفعش يبقى 127 لان رقم محجوز. اوكي؟ فنفس الكلام عندنا هنا رقم محجوز برضه، رقم خاص، رقم سبيشال، وظريف جدا المره دي مش صعب خالص يعني بهذا الشكل. ايه الرقم ده؟ 0000 ده معناه ايه؟ اي شبكه ثانيه في العالم. مش انا كنت كاتبها دلوقتي اني اذر نتورك؟ اي شبكه ثانيه في العالم. بدل ما نقول اي شبكه ثانيه في العالم ونكتبها ازاي؟ 0000. واضح؟ يبقى اذا انا عندي الشبكه بتاعتي، الرقم بتاعي هنا اهو، الرقم بتاع اللي اسمه لوب باك دوت اللي هو بيكلم نفسه، وده الرقم اللي هو بيقول اي حد في العالم. رقم محجوز، هما برضه كده، انتوا فاهمين يعني ايه رقم محجوز تاني؟ يعني الكمبيوتر دوت بيتبرمج لوحده، اي حد عنده 900 مش كمبيوتر دوت في الحقيقه، ان الرقم دوت بيتحط في الراوتنج تيبل وده معناه اي حاجه في الدنيا. امتى يتحط؟ لما يبقى في عندك راوتر، لو ما عندكش راوتر مفيش رقم. لو ما عندكش راوتر مفيش الرقم دوت مش موجود. واضح القصه؟ فاذا ادي شكل الايه؟ الراوتنج تيبل بتاع الكمبيوتر. نتورك ثلاثة نتوركس موجودين أساسيين، ده بوصل له مباشرة، ده برضه يعتبر بوصل له مباشرة بس هو حاجة سبيشال، ده أنا بلف وأرجع تاني للشبكة بتاعتي، وهنا في النص أي شبكة تانية في العالم بس اخترنا نكتبها بالرقم دي 4 أصفار. هنشوفه دلوقتي، يعني هنشوف الراوتنج تيبل بتاع الكمبيوتر والكلام دوت هو إيه موجود فيه. طب الشبكة بتاعتك مش موجودة، الإكس دي معاك هنكبرها دلوقتي، همسح دول كده عشان نفهم إيه بتتكتب إزاي برضه بطريقة أفضل. تعمل بقى راوتنج تيبل اكبر شويه. هو نفس الراوتنج تيبل خلي بالك، يعني ده هيساوي اللي انا هكتبه هنا بس ايه بقى اكبر سنه على اساس ان احنا كبرنا شويه وفهمنا شويه، فلازم طبعا ايه نزود لك شويه حاجات. هيبقى في اول حاجه النتورك، رقم الشبكه، تاني حاجه في الحقيقه لازم هنحطها السبنت ماسك بتاع الشبكه، دي حاجه اساسي انت تعرف مين جزء الشبكه في الايه في الرقم بتاعنا. تمام. ثالث حاجه هنقول عليها الانترفيس. اوكي، ايه الانترفيس دي؟ الفتحه بتاعتي. الفتحه اللي هتخليني اقدر ايه اوصل. تمام، بهذا الشكل. اوكي، ورابع حاجه الايه الجيت واي او البوابه، واخيرا ال حاجه اسمها المتر، بس هنزودها في الاخر، خليها ممسوحه دلوقتي، خليها بس الخانه بتاعتها موجوده، بس احنا ايه؟ هنستخدمها بعدين، نشوفها بعدين. طيب، واحده واحده، هم نفس الشبكات، يبقى هكتب هنا 192.168.1.x، والماسك بتاعها هو نفس الماسك بتاع الكمبيوتر، يطلع كام؟ 255 كام؟ صفر. تمام؟ جبتوا منين الرقم ده والرقم ده؟ حضرتك اللي جبته، الكمبيوتر جابش ما اخترعش، جاب الاي بي ادرس بتاعه فقدر يحط رقم الايه؟ الشبكه بتاعته. بس هنا في مشكله، مفيش حاجه اسمها اكس. انا بحط اكس ده عشان احنا بنفهم بعضينا، اكس دي ممكن تكون اي رقم، معناها اي رقم. امال ايه؟ طيب قال لك بسيطه جدا، لو انت عايز تعبر عن شبكه بالكامل ما ينفعش تسيبها برضه كده ثلاث خانات.
مش انا يعني انا لما سالتك كده احنا وبينا وبين بعضينا واجابتك تبقى صح 100% لو قلت لك هنا الشبكه رقمها كام هتقول لي ايه؟ 192 192 واحد وتسكت صح انت كده صح 100% بس مش حاسس بقى كده في الكمبيوتر هو الكمبيوتر بيقول ان اي اي بي في الدنيا كام خانه؟ اربع خانات حتى لو رقم شبكه هو اربع خانات الفكره ان هو لازم يبقى اربع خانات طب هنعمل ايه؟ انا ما ينفع مش عايز اكتب رقم حد تاني فراح قال لك بص بسيط خالص حط لي هنا ايه؟ صفر حط رقم كام؟ صفر لما الاقي صفر كده في الاخر تمام؟ يعني انا هفهم من السبنت ماسك ان الجزء ده كده هو الشبكه ولما الاقي صفر في الاخر انت قصدك ايه؟ الشبكه كلها مش قصدك رقم معين في الشبكه قصدك ايه؟ الشبكه كلها ولاحظ ان الصفر كده بقت حاجه مفهومه بالنسبه لنا شويه الصفر هنا معناها ايه؟ اكس اللي هو اي حاجه يعني ممكن هنا يبقى ايه؟ واحد صح؟ اثنين ثلاثة أربعة سبعة 10 100 لغاية كام؟ 255 لغاية 255 لسه بقى اوكي؟ لغاية آخر رقم ممكن مش هو من صفر لغاية 255 يبقى الصفر معناه إيه هنا؟ إكس اللي هو أي حاجة طب بص الشبكة اللي بعديها اللي أنا كاتبها هناك قلنا الشبكة دي رقمها كام؟ طبق نفس الفكرة دي صفر معناها إيه؟ تنفع أي حاجة يبقى هنا دي معناها إيه؟ أي حاجة أي حاجة صح؟ كنت ممكن أكتبها إكس 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 اي حاجه يعني من اول كام؟ من اول 0 0 0 0 لغايه كام؟ 255 255 255 255 صح ولا انا غلطان؟ ما هو ده معناه اي حاجه في الدنيا اللي هي كل الارقام بتاعتنا كل الارقام بتاعتنا تنطبق عليها الشبكه دي عشان كده الباسك بتاعها هتلاقيه غريب شويه عمرنا ما شفناه قبل كده بس هو لازم يبقى كده اللي هي ملهاش ماسك بص الماسك بتاعها كام؟ 0 0 0 0 ملهاش ماسك ما يعتبرش كده ماسك مش الماسك ده بيقول لك فين جزء الشبكه؟ طب ليه فين جزء الشبكه؟ احنا كنا بنقول جزء الشبكه اللي تحتيه كام؟ 255 الراجل ده عنده 3 يبقى في جزء الشبكه الثلاثه دول حد شايف 255 هنا؟ مفيش يبقى مفيش شبكه تمام؟ فهي معناها كده هي فعلا قاصدين كده يبقى اذا الرقمين دول مع بعض يعملوا لك ايه؟ اي شبكه في الدنيا. طب الاغلبيه 127 0 0 في الحقيقه تمام؟ هتقول لي الله انت مش كنت هنا 127 0 0 1 اللي هو اللوب باك هو ده اللوب باك ادرس بس الناس يعني فاكرين لما كنا بنشرح موضوع الاي بي فيرجن 4 ادرس وازاي الارقام بتاعته خلصت والكلام ده كله سبب ان الارقام بتاعته خلصت ان هم كانوا ايه؟ كرمه جدا عارفين الناس اللي هي يعني ايه محبوحه قوي كده احنا بنقول يعني مفيش مشكله بالنسبه لهم في كرم فقال لك هو انا احجز رقم واحد ليه للوب باك؟ انا هحجز الشبكه كلها يعني ايه الشبكه كلها؟ اي حاجه تبتدي ب 127 بص كده الماسك بتاعها يمكن يفهمك ده الماسك بتاعها بص معناها ايه؟ مش دي 255 معناها اي حاجه بتبتدي 127 لوب باك الله يعني انت هنا من شويه كنت كاتب ان الاباتشي اكيد الاباتشي سيرفر ده رقمه كام؟ 127 001 هو فعلا رقمه كده هو ده الرقم المشهور واللي كل الناس بتستخدمه اللي اسمه اللوب باك ادرس اللي هو تلف وترجع تاني 127 001 بس عارفين كنت ممكن اكتبه ازاي؟ كنت ممكن يبقى 127 دوت 100 دوت 100 دوت 250 مثلا وكان يبقى صح يشتغل كلهم يشتغل اي رقم ابتدى 127 يشتغل تمام؟ رغم ان انت مش محتاج غير ايه؟ رقم انت خلي بالك انت عايزين احجز رقم عشان تكلم ده يعني فكر كده الدليل في التليفونات 140 شوف حاجزين الرقم ده ليه التليفونات 140 من التليفون الارضي مش عارف فودافون خدمه العملاء ثلاث ثمانيات هل انا محتاج اعمل لك خدمه العملاء اعملها 20 رقم اعملها هو رقم واحد فنفس الكلام انا هنا مش محتاج غير ايه؟ رقم واحد اللي هو 127 001 بس زي ما قلت هم ما كانوش بيفكروا ساعتها زمان ان ايه الارقام مهمه بالنسبه له فراح حجز لها الشبكه كلها اي رقم بقى ينفع طبعا تفادينا الكلام ده خالص في اي فيرجن 6 زي ما هنشوف ان مثلا لما نيجي ناخد نفس الكلام في اي فيرجن 6 هو نفس القصه بالظبط على فكره وناخد نقول اللوب باك هتلاقي ايه؟ رقم واحد مش بدي شبكه كامله هو رقم واحد اوكي؟ لكن هنا حاليا هو ما زالش شغال كده ان هو مضيع شبكه كامله علشان خاطر خالص عشان خاطر رقم واحد تاني الناس ما كانتش بتفكر كانوا فاكرين ساعتها والله يا جماعه ان الانترنت ليهم يعني بيبقى حلم وفضاء خارجي والكلام ده كله بعد ما نغزو الفضاء هيبقى 100,000 جهاز ده حلم يعني كان الحلم بتاعهم ساعتها ان الشبكه دي هيبقى فيها 100,000 جهاز مثلا ده خيال علمي انتوا عارفين طبعا مش هو ده اللي حصل فعشان كده كانوا ايه الموضوع سهل بالنسبه لهم شويه خد عايز ايه تحجز رقم للايه للديفولت جيت واي خد كل الصفر تمام خد كل ال 127 وهكذا كمبيوتر كل ده كان في كمبيوتر بص الجدول ده يساوي الجدول ده قلت لك يساوي هنا في النص كل ده كان جوه الكمبيوتر يعني بنشوف الكمبيوتر الاول وبعدين هنشوف الراوتر يبقى اذا الشبكه بتاعتي بتبقى موجوده تاني واضحه الكلام هنا انا جبت منين الرقم دوت؟ جبته من الرقم بتاعي انت اديتني قلت لي ان الرقم 192.15 وان الماسك بتاعي كذا انا خدت الرقم دوت بالماسك وقلت اه انا كتبتش هنا خمسه يعني خلي بالك ما ينفعش تكتب هنا خمسه ده رقم كده
انا مش عايز رقمك، انا عايز رقم الشبكه اللي انت تبعها. فرقم الشبكه اللي انت تبعها طب اللي هي ايه؟ ملهاش يعني 100 نسخه واحد بس كفايه زي ما انت قلت وقلنا صح. لكن المشكله ما ينفعش كده، لازم تبقى فيها كل رقم. فقال لك خلاص هنديها صفر، وصفر معناها هنا مش رقم صفر بالذات، امال معناها ايه؟ اي حاجه في الدنيا. ده معنى كلمه صفر تمام بالنسبه لك. فاذا دي الشبكه الاولى اللي انت عرفتها عن طريق الرقم بتاعك والماسك بتاعك، طلعت النتيجه كده دي الشبكه دي. طيب الشبكه الثانيه لما لو اديتك ديفولت جيت واي، لو ما اديتكش ديفولت جيت واي مفيش الكلام ده غالبا. لكن انا عشان اديتك ديفولت جيت واي هتلاقي الكلام ده ظهر 0000000000. ايه الشبكه غريبه؟ الاي بي ادرس والسبنت ماسك ارقامه غريب، الرقم ده اربع اصفار وده برضه اربع اصفار. فكر تاني، الصفر يعني اي حاجه، اي حاجه دوت اي حاجه دوت اي حاجه دوت اي حاجه. كده بقت واضحه. يبقى اي رقم في الدنيا، اي رقم في الدنيا وباي ماسك في الدنيا تمام، مفيش حاجه اسمها ماسك هنا اصلا. واخيرا انا عايز اكلم نفسي اللي هو الاستاذ ايه 127. خليك حافظ بقى كام 127 نفسه، ده معناه ان انت ايه بتكلم نفسك. واضح؟ طيب ايه بقى الخانتين دول؟ يعني ايه انترفيس ويعني ايه جيت واي؟ ايه هو الكلمه دي وايه الكلمه دي؟ بص ايه ثانيه على الويندوز بتاعي ده 8.1 بيطبعهم ازاي؟ اوكي تمام، هنرجع لها تاني هتشوفها، بس خلينا مش هاد ايه نكتبها هنا الاول. ايه بقى الانترفيس وايه الجيت واي بتاعي؟ الجيت واي اظن مفهوم اللي هو احنا خدنا كلمه قبليها قبل كده البوابه بتاعتنا، بس خدنا مين بالتحديد؟ الديفولت جيت واي صح؟ الديفولت جيت واي. فامتى هتستخدم هنا الديفولت جيت واي في الثلاث ستور دول؟ تاني واحد. تاني واحد صح؟ مش كلنا بنشاور على تاني واحدة؟ مظبوط. فاذا فعلا خلينا نكتب الجيت واي الاول. يبقى هنا هنروح لمين؟ للراوتر بتاعي. خلينا نديله الرقم بقى. الراوتر ده واخد الرقم 192 168 11 والسبنت ماسك بتاعه طبعا هيكون لازم نفس الايه؟ السبنت ماسك بتاعي. فهقول لك هنا ده الايه؟ الديفولت جيت واي 192 168 او سوري مش فاهم احنا قلنا فين؟ تاني سطر صح؟ يبقى هنا 192 168 11 ده الديفولت جيت واي بتاعي صح؟ طب هنا قال لك مفيش هنا جيت واي، ده انت مين؟ دي الشبكه بتاعتك. بنقول عليها هتلاقيها بتظهر كده اللي هي ظهرت، مش انا كنت بكتب دايركتلي يعني متوصله بيها مباشره، بيكتبها في الويندوز ازاي زي ما هتشوفها دلوقتي؟ اون لينك نفس الواسطه معايا يعني تبعك مالكش دعوه، مش محتاج فيها راوتر. طب وده برضه بيسموه ايه؟ اون لينك، رغم انه طبعا المفروض يتسمى اسم تاني ان هو يعني مش هتطلع بره صح؟ فخلينا نكتب هنا كده ما بين قوسين ان هو ده مين؟ اللوب باك. واضح الكلام؟ طب ده كده الايه؟ الجيت واي. ايه الانترفيس بتاعتي؟ الانترفيس اللي انا هطلع منه. طب هو انت عندك كام انترفيس؟ هو البي سي عنده كام انترفيس هنا؟ واحد صح؟ هي نفس الانترفيس، يعني هنا الانترفيس بتاعتي هي واحد اللي هي هنسميها مثلا ايه نيك صح؟ نسميها لان. اللي نسموها ايه نيك ولا لان؟ اللي تحبوه هي ايه؟ لان خلاص هنا لان، هنا برضو ايه لان. طب هنا يعني فاهمين يعني انترفيس؟ الانترفيس اللي هخرج منها. لو انت هتكلم حد معاك نفس الشبكه هتخرج من اللان من كارت النتورك بتاعتك. لو انت هتكلم حد بره الشبكه برضه هتخرج من اللان صح؟ طب لو بتكلم نفسك؟ مفيش صح؟ هنا مش اللان صح؟ مش يبقى هنا ده اللي هو جاي برضه اللي هو ايه؟ لوب باك هلف وارجع تاني، مش هخرج اصلا المفروض تمام؟ بس هو بدل ما يكتبهم كده تلاقيه بيكتب الانترفيس هنا بالرقم بتاعها اللي بيعبر عنها. فده 192 162 1 5 وده 192 168 كام برضه؟ 1 5. اللي هو رقم الانترفيس، مش ده رقم الكارته بتاعتي، فمعناه ان انا هخرج من الكارته دي، معناها هخرج من الكارته دي. هنا ده ممكن يكتبه كده 127 00 كام؟ 1. معناه ان انا مش هخرج من الكارته بتاعتي، انا ايه؟ هلف وارجع تاني. هلف ايه؟ وارجع تاني. واضح الكلام؟ يبقى اذا الشبكه موجوده، الماسك بتاعها، الانترفيس اللي هخرج منها، والجيت واي اللي انا هروح لها، يعني انت هتروح لفين؟ هتخرج من هنا اه بس رايح فين؟ فهنا انت هتخرج من هنا ورايح فين؟ رايح لنفس اللينك، انت مش طالع بره الكاب بتاعك، انت مع ايه؟ مع الكاب بتاعك. لكن هنا اللي هو اي شبكه ثانيه هتخرج اه من الكابته بتاعتك بس رايح لمين؟ مين ده؟ الجيت واي، رايح للراوتر بتاعك تمام؟ هنا انا مش هخرج اصلا. الانترفيس دي معناها ان انت ايه؟ مش هتخرج اصلا، انت مش يعني هتلف وترجع تاني. واضح الفكره؟
ده كده الراوتنج تيبل دي الاجزاء الايه المهمه جدا في الراوتنج تيبل. نوصل بقى لاخر خانه دي اللي هي غريبه شويه اسمها متريك. جام متر صح؟ متر عندنا هو وحده قياس. هي نفس الكلمه هنا دي وحده قياس للشبكات بتاعتنا بيبقى لها قيمه ملهاش اي فايده في الحقيقه في الجدول اللي انا عامله كده دلوقتي. ليه؟ المتريك يستخدم فقط لو كان عندك فيه سكتين تمام؟ سكتين لنفس الحاجه. ايه الكلام الغريب دوت؟ تعال نفكر فيه. افرض حضرتك موصل في الكمبيوتر كابل ايثرنت، لابتوب عندك لابتوب، موصل فيه كابل ايثرنت. وموصل في نفس الوقت شبكه الواي فاي، في حاجه تانيه حد جربها قبل كده؟ جربت توصل الاثنين في نفس الوقت، يعني جرب كارت نتورك توصل كابل ايثرنت تمام؟ وفي نت وكل حاجه في الشبكه دي في المكتب مثلا في الشغل عندك، ومشغل الواي فاي برضه اللي هو فيه نت والكلام ده كله على نفس الجهاز، مشغل الواي فاي وداخل على الاثنين. احنا عندنا هنا ممكن اعمل كده، انا ما عنديش كابل دلوقتي، ابقى اوريها لكم المره الجايه في الاوضه التانيه، لما اخش الاوضه التانيه، هتلاقيني متوصل بكابل وداخل على الواي فاي في نفس الوقت. انا دلوقتي داخل واي فاي بس. الجهاز ممكن يشتغل اصلا على الاثنين في نفس الوقت؟ انا بقول لك لا اشتغل عندك. هيشتغل في نفس الوقت، بس معناها ايه دي يا شباب؟ انا هشتغل دي وهشغل الكابل الشبكه دي، هتاخد رقم وهتاخد ايه؟ رقم، والاثنين هيبقوا شغالين. بس هي الفكره دلوقتي ده معناه ايه بالنسبه لي؟ دماغي كده لا ولا هتتكلم ولا حاجه، ادي الراوتر وانت متوصل بيه الكابل هنا ايه؟ ايثرنت. في نفس الوقت الراوتر دوت عنده هنا كده مثلا ايه؟ انتنه او اثنين انتنه كده طالعين، مش في راوتر وايرلس كده بيطلع فين انتنه؟ فحضرتك بتوصل بيه ايه؟ واي فاي. صح كده؟ وانا سمعت ده انا هعمله المره الجايه لما هوصل لكم جهاز في نفس الوقت، وبعدين انا راوتر واحد لما اوصل بكام انا بتوصل برضه معاه في الاخر، لما اتوصل واي فاي برضه واصل له هو في الاخر، مش شبكتين مختلفتين. ايه اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل هنا دلوقتي ان عند حضرتك سكتين لانك تطلع بره. هو نفس الراوتر بس عندك سكتين ولا لا؟ سكتين انك تطلع بره. طب ايه اللي هيحصل؟ هل هستخدم السكتين يعني مثلا ابعت حد السرعه بقى تبقى اكبر مثلا؟ لا ولا هيبقى واحد ولا هتستخدم الاثنين في نفس الوقت حاجه، هتستخدم واحده منهم بس. هتستخدم واحده منهم بس، يا دي يا دي. طب مين؟ اشمعنى؟ هو ده هو فعلا هتستخدم الكابل زي ما انت قلت، بس اشمعنى؟ ده الرقم ده هيبقى في رقم بيتكتب هنا، الرقم ده ممكن يكون اي حاجه، اوكي؟ 1000 حلو؟ المترج ده كام؟ 1000. انت دلوقتي عندك سكتين، هنقول ان السكه الزرقاء ديت هيبقى نكتب عليها كده المتريك بتاعها بيساوي 1000، اما السكه الحمراء اللي هي بتاعت الواي فاي انت مش هتعمل اي حاجه، الكلام ده كله بيتم اوتوماتيك. هنفترض مثلا الاستاذ المتريك اللي انا بقول عليها مش فاهمين بتاع ايه دوت، بس هقول لك انه بيساوي 2000 هنا مثلا. وهم رقمين مختلفين، واحد 1000 وواحد كام؟ 2000. هو اختار يمشي في اي واحد كده من اللي احنا قلناه؟ في ال 1000. انا بختار المترك الاقل. المترك ده حاجه زي فلوس حضرتك بتدفعها، التكلفه بتاعها، فكر فيها يعني هي فلوس، المترك جايه من ايه؟ من متر. تمشي 1000 متر ولا تمشي 2000 متر؟ هو ده غلط بس يعني فكر للتبسيط، تمشي 1000 متر ولا تمشي 2000 متر؟ بس الرقم الاقل هو احسن. فلوحده الويندوز من غير ما انت تتدخل في اي حاجه يبقى عامل المترك، هتلاقي فيه بقى السطر ده، شايفين السطر ده؟ اللي هو الاربع اصفار اربع اصفار، هيبقى متكرر كام مره؟ مرتين. في سكتين بيوصلوك لنفس الحاجه بس ايه؟ فيهم واحده ب 1000 وواحده مثلا ب 2000، يبقى الكمبيوتر بيختار انهي واحده منهم؟ اللي ب 1000. زي ما قلت لكم حاله نادره جدا، هو مين هيعمل كده وامتى هيحصل كده؟ ايه اللي يخليك توصل كابل وايه؟ واي فاي في نفس الوقت، صح؟ هو واحد بس اللي هيشتغل. واحد منهم بس ايه؟ اللي هيشتغل، انهي واحد اللي الرقم الاقل؟ طب لو انا بقى راجل يعني بقيت سوبر مان في الشبكات وبفهم والكلام ده كله، هل ممكن اخليه يستخدم الواي فاي بدل ما يستخدم الكابل؟ اه طبعا. بسيطه خالص. انا هخش انا هفهم بقى هو اللي عمل الكلام ده لوحده، انا هلعب بطريقه معينه وهو جاي مخلي بقى الحته دي 2000 اخليها 500. انا اكبرت انا لعبت كده بحاجه بالاوامر بتاعتنا خليتها كام؟ 500. 500 ولا 1000؟ 500. 500 يبقى هيمشي فين؟ في الواي فاي مش هيستخدم الكابل. شفت ازاي؟ المترك ده بيتحسب بناء على ايه؟ ملوش حسبه، هو رقم خزعبلي كده، رقم هولاني، رقم لا يعني اي شيء، ما يعنيش حاجه محدده. النهارده بس لسه بعد كده هيعني حاجات كتير، اوكي؟ بس النهارده هو لا يعني شيء، مجرد رقم. يعني فاهم انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اقيم لك حاجه بس هي ملهاش حاجه محدده، يعني مش عايز اقول لك انك هتمشي فعلا 1000 متر ولا 2000 متر، هتشتري حاجه ب 5 جنيه ولا ب 10 جنيه، تمام؟ انا عايز يبقى رقم بس ممكن يعني ليك 1000 حاجه، ممكن يعني ليك 1000 حاجه، هتقول ان هو له فاليو او قيمه معينه والقيمه الاقل هي الاحسن. مش
باشمهندس الجهاز اللي هيتوصل بالواي فاي واللاب في نفس الوقت بياخد اثنين اي بي ولا هو اي بي واحد بس؟ اثنين اي بي طبعا. لا ازاي؟ اثنين اي بي، واخد اي بي هنا تمام واخد اي بي هنا، بس الاثنين اي بي في نفس الشبكه خلي بالك. ايوه مين يعني فاهمين الفكره هنا؟ هيبقى رقمي مثلا 100.15 هنا وبالاحمر ده مثلا 100.127 اي رقم كده بس بنفس الشبكه. بس وقت ما يجي يتصل مثلا مع جهاز ثاني بيستخدم اي بي واحد بس؟ اكيد. ما هو لا ما هو اي واحد فيهم اللي شغال، هي دي الفكره تمام. اي واحد فيهم اللي شغال تمام، هي دي الفكره. لو انا اخترت اللي هو الرقم اللي فيه 1000 واخترت الكابل اللي هو النحاس، هو ده الرقم اللي هطلع بيه ليه الداتا عشان يشتغل الاثنين مع بعض. لو حتى لو دي شبكه ودي شبكه ساعتها ممكن. يعني ايه؟ يعني انا بقى مش هتوصل بالواي فاي راوتر دوت كده اوكي، انا هو جاي مثلا اهو حط الجهاز كده 3G راوتر، في سمعت 3G راوتر برضه في واي فاي وكل حاجه، بس ده مش متوصل بالدي اس ال مثلا، ولا متوصل بالنت عادي، ده متوصل على طريق ايه؟ شبكه الفودافون مثلا 3G. فكده انت متوصل بالايه؟ بالاثنين مع بعض، بس دي شبكه ودي شبكه ايه؟ ثانيه خالص. طب في الحاله دي واخد رقمين، رقم في الشبكه دي ورقم في الشبكه دي، وبرضه نفس الكلام هيظهر هنا، وبرضه المترك الاقل هو اللي هيفوز، خلي بالك، يعني المترك ده 1000 وده مثلا هيبقى 1500، ما زال ده هو اللي هيفوز باي ديفولت لوحده الا لو انت دخلت ولعبت في الموضوع. طب افرض هنا انا عايز ازود السرعه بتاعت النت، يعني ايه؟ يعني انا وصلت 3G راوتر ده وصلت بيه عشان يبقى عندي 2 نت، فاهمين؟ هتخش اسرع مثلا يعني. ساعات مش هينفع الويندوز لوحده، مش هينفع، تنزل سوفت وير مخصوص يقدر يدمج لك الخطين دول في بعض. فاهمين كده؟ السوفت وير ده هيعمل ايه؟ هيدمج لك الخطين دول في بعض بحيث ان الكمبيوتر يبقى شايف كانهم ايه؟ كانهم خط واحد فيستخدمه. لكن طول ما الكمبيوتر شايفهم اثنين وإذا الرقم بتاعهم ايه؟ واحد احسن من الثاني، فهيتعامل معاهم بهذه الطريقه. تمام؟ الكونسيبت بتاع المترك وسكتين والكلام ده كله لسه ناخده، دي حاجه ادفانس ناخدها قدام اكتر حاجه، يعني اللي مش عايزك تلبق نفسك من موضوع الراوتنج ليه؟ لانه بيتعاد شرحه باكتر من طريقه باكتر من مره طول ما احنا شغالين فيها، مش بس في البرودكشن نتورك، لا بعد كده في الراوتنج اند سويتشنج اسينشلز بيعاد يتشرح تاني وبناكد على كل كونسيبت دي تاني ونقدم ايه؟ مفاهيم جديده. فانا المينيمم لو طلعت من الشابتر دوت بفكره ايه؟ ان في جدول. الجدول ده عباره عن خانتين بس، الشبكه وازاي اوصل لها. اللي هي دي، خليك في البسيط ده الهيكل. الشبكه وازاي اوصل لها، خليك بقى اسماء بدون ارقام. الشبكه بتاعتي ده اسمها، اي شبكه ثانيه. ازاي اوصل لها الشبكه بتاعتي؟ بوصل لها ازاي؟ مباشره. الشبكات الثانيه بوصل لها ازاي؟ بروح للراوتر. مش عايز منك اكتر من كده. لو طلعت الكلام الشابتر ده حلو جدا. كل الكلام دوت هيعيد تاني وهتفهمه تاني اكتر من كده بكتير، ان الكلام دوت بيشتغل ازاي. ماشي؟ بس ده مش في المره دي، يمكن معلومه تلزق منه ولا حاجه في دماغك بحيث لما نيجي المره الجايه نقدر نزود عليه. طيب تعالى نرجع للماتيريال عندنا نشوف الكلام دوت. ادي هنا اهو الكمبيوتر بتاعنا بي سي 1، وزي ما قلنا في ثلاثه تايبز اوف ديستنيشن، ثلاث انواع. يا كان من لوكال هوست، حد معاك نفس اللينك في نفس الشبكه مع نفس السويتش في نفس الشبكه بتاعتي، يا يكلم ايه؟ ريموت هوست، يعني حد بعيد. طب ما فين الثلاثه؟ الثالثه طبعا هي اول واحده يكلم نفسه، يتسلف دي يعني ايه؟ يكلم نفسه اللي هو 127.001 زي ما هو ايه؟ قايله لك هنا. الديفولت جيت واي ايه فايدته؟ بيعمل ايه؟ اتكلمنا عليها قبل كده بس بنعيد تاني. راوتس ترافيك تو اذر نتوركس، يعني مسؤول هو كاونتر. ديفولت جيت واي بس هو اسمه ايه؟ راوتر. فبيراوت ترافيك، يعني بينقل الترافيك لشبكات اخرى. has a local IP address in the same IP address range as other hosts in the network. مش معنى ان هو متوصل بشبكات ثانيه انه مش متوصل معايا، لا متوصل معايا وكمان واخد رقم فين؟ في نفس الشبكه بتاعتي. في الحقيقه الراجل ده مفتري، كل شبكه بيتوصل بيها بياخد فيها ايه؟ رقم. فاكرين لما قلنا راوتر متوصل باربع شبكات، اللي عنده كام IP address؟ اربعه على طول. طيب can take data in and forward data out. اوكي؟ يعني بياخد، خلي بالك الكمبيوتر بياخد الداتا ويقعد يسلمها طبقات فوق من واحد لاثنين لثلاثه لغايه ما توصل لبرنامج. هل الكمبيوتر بياخد الداتا ويطلعها من ناحيه ثانيه ولا حاجه؟ لا، الوحيد اللي بيعمل كده في الداتا في لاير 3 هو هو الراوتر، بياخد الداتا وايه؟ ويوصلها ان هو يعملها فورورد، ياخدها تخش من ناحيه وتطلع من ايه؟ من ناحيه ثانيه. فاي مثال هنا انت هتستخدم الديفولت جيت واي لو عايز اطلع لاي شبكه بعيده. فالكمبيوتر بتاعي هنا مع الكمبيوتر دوت في دايركت كونكشن يقدر يكلمه على طول، لكن في نفس الوقت عارف رقم الايه؟ الراوتر، انا اديته له كديفولت ايه؟ جيت واي، وبالتالي عارف ان اي شبكه، بص حتى مش كاتب لك هنا في الايه؟ الشبكه البعيده دي، طب هو شبكه ولا اثنين ولا 10 ولا دي انترنت ولا دي فرع تاني؟ مش مهم، الكمبيوتر ما يعرفش كل ده، الكمبيوتر يعرف رقمه والرقم، يعني عارفين الكمبيوتر بيفكر ازاي؟
اللي في باكيت طلع من عنده ادي جابه اهو. الباكيت دي رايحه بص كده رايحه لرقم 1111 باكيت رايحه للرقم ده ديستريشن ادرس. عارفين يدور ازاي؟ يبص كده هل هي الشبكه دي؟ هل هي 1111 طلع الشبكه دي؟ هل طلع الشبكه دي؟ ها؟ يبقى دي فاهمين الفكره؟ دي ببص لها اخر حاجه لما هي دي معناها اخر حاجه تمام؟ ده مش معايا في نفس الشبكه ولا انا بكلم نفسي يبقى انا رايح طالع بره خلاص ابعت الراجل ده ومالكش دعوه تمام؟ اي رقم جه هتمشي بنفس الفكره تمام؟ انا رايح للرقم 100.200 تمام؟ دوت 155.227 نفس القصه. هل انا ده؟ لا. هل ده؟ لا يبقى ده اوكي. طب انا رايح اه تمام 192.168 تمام دوت 10.10 ها هل انا ده؟ لا 192.168 واحد دي 192 كام؟ 10 اه خدع. يبقى مش ده ولا انا ده يبقى برضه هستخدم ايه؟ لو غيرت شلت طبعا الصفر كده يبقى كلامكم لو صح 192 واحد 10 هل انا ده؟ اه ده تمام. انا فعلا الراجل ده انا واحد و 8168 و192 الثلاث خانات دول ورا بعض هم دول حلو جدا. اوصل له ازاي ده؟ ده معايا نفس الكلام ده راجل سهل خالص بسيط تمام. يبقى ده بنسميه ديفولت راوت اللي هو الاربع اصفار اللي انت بتشوفه ده بنسميه ديفولت راوت يعني السكه المفترض زي الديفولت جيت واي تمام. هو الديفولت جيت واي البوابه الطبيعيه البوابه اللي انا مفترض ان انا اخرج منها. الديفولت راوت هو السكه المفترضه ان انا اوصل منها لاي حد ايه بره اسمها ديفولت راوت. ايه شكل الراوتنج تيبل بتاع ايه الكمبيوتر؟ انا عارف بتحس ان هو شكله يخض شويه وفي طبعا شويه حاجات اكتر شويه من ايه من اللي احنا قلناها بس خليني اوريك هنا بتاع الكمبيوتر بتاعي انا. اوكي طبعا في الامر دوت اللي هو اسمه راوت برنت او الامر دوت نت ستات داش اوبر دول التو كوماند اللي بيطلعوا لك الراوتنج تيبل بتاع الكمبيوتر نت ستات داش ار او يمكن الناس بتفضل ده شويه انا شخصيا بفضل دوت راوت برنت الاثنين بيوصلوا لنفس النتيجه ده عشان عمالين بيزود في امر الدوس زي ما قلنا مهمه جدا بالنسبه لسيسكو امر الدوس فخدنا ايه لغايه دلوقتي اي بي كونفج ibconfig/all خدنا pink خدنا arp-a تمام اللي هو بيطلع لك جدول الارب والنهارده بنديك حاجه جديده امرين مره واحده net stat تمام مسافه -r او route مسافه ايه print arp-a هيدوا نفس الحاجه arp-a بص كده net stat مسافه شرط r لا arp-a المحاضره اللي اوكي فاذا سواء دوت كتبت دوت او كتبت الامر الثاني هيطلع لك نفس النتيجه شويه حاجات غريبه كده ما تكتبش نفس الحته في الاول اه هو ده اسمه ايه؟ اي بي فيرجن 4 راوت تيبل ده الراوتنج تيبل بتاعي وطبعا ايه تصطدم تقول لي لا ده انت قايل ان في ثلاث شبكات بس ايه كل الحاجات الغريبه اللي موجوده هنا كده بهذا الشكل لا والحاجات الغريبه دي لسه كلها اضافات وملهاش اي لازمه بالنسبه لي هتشوف الشبكات اللي بقول لك عليها اهي مين دي؟ هنشوف السطر ده 127 3 اصفار الماسك بتاعه 55 3 اصفار الجيت واي بتاعتي اون لينك الانترفيس بتاعتي 127.001 والمتريك زي ما قلنا اي رقم مش هو ده السطر احنا كاتبينه هنا بالظبط تخيل اللي فوقيه على طول اللي هو دايما هتلاقيه اول سطر اه ده جميل جدا مهم جدا اربع اصفار اربع اصفار يبقى ده الديفولت راوت اللي هو بيطلعني بره بيقول لي اه ده الوحيد بص اصلا في كل ده انا عارف ان الجدول يخد بس عشان تعرف ان هو هاي بص الخانه دي هي القصه كلها في الخانه دي جيت واي عباره عن ايه كلها؟ اون لينك 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 كتير كام هنا اون لينك وبعدين هنا مين الوحيد اللي واخد الرقم؟ اللي هو اربع اصفار اربع اصفار عشان تعرف ان هو موضوع هايل كده يعني كل الحاجات دي حاجات معاك في نفس الشبكه بس احنا حاجات غريبه لسه ما نعرفهاش لكن ده هو الوحيد اللي فيه رقم اللي هو الاربع اصفار اربع اصفار الانترفيس زي ما قلنا بيحط رقم هنا رقم الانترفيس اللي هطلع منها اللي هي الكارته بتاعتي هنا كارته ال 53 كل شويه طلع رقمها كام؟ 192.113 فده معنى دي الانترفيس بتاعتي وتاني مترك ملوش اي لازمه هو الرقم هنا كام؟ 25 بس جاب ايه وشمعنى اي رقم اوكي طيب يبقى اذا فاضل لنا بقى ثالث سطر انا عملته اللي هو 192.168.10 اهو شايفينه؟ 192.168.10 255.255.0 ده رقم الشبكه بتاعتي بس هنا حطيت صفر اللي هي معناها اي رقم ممكن اي رقم يبقى موجود هنا وده الماسك بتاعي ازاي بوصلها؟ اون لينك من انهي انترفيس؟ من 192.168.13 تمام؟ فده عشان كده دي الراوتنج تيبل هنا شوف في الباكيت تريسر لو الكوماند ده شغال عشان يبقى ابسط شويه بدل التعقيد دوت عشان هو
الشبكات الثانيه اللي موجوده مع الشبكات الثانيه دي عشان انا عندي هنا اكتر من نتورك ادابتر تمام؟ يعني احنا فاكرين لما كنت بفتح هنا دايما اقول لكم ما تستخرجوش من الجهاز بتاعي لما ليه هو هنا ادابترز تمام؟ بتلاقي شوف كام 1 2 3 4 5 6 7 بس دول مش متوصل وانا عندي 7 كارتات نتورك انا عندي 2 اهو واي فاي ده اللي متوصل دلوقتي والاشاره بتاعته خضراء ايثرنت عليه اكس معناها ان هو ايه؟ مش متوصل بس هم دول اللي عندي امال بقى 1 2 3 4 5 كل ده كان فيه كلمه في ام وير 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 لو فاكرين جبنا سيرتها قبل كده دي بتاعت فيرتشواليزيشن وتخيل وحاجات غريبه اللي هو تشغل جهاز جوه جهاز صح؟ فاذا هي موجوده وشغاله دلوقتي بس هي بتبني جوه الجهاز بتاعك مش حاجه حقيقيه موجوده حاجات تخيليه عشان كده الجدول بتاعي جديد تمام؟ فهو عاجبك يعني ايه الجدول بتاعه هو في الكريكلر هتلاقيه ابسط بكتير وبعدين انا عايز اجربه في باكيت تريسر لو جربنا كده ثانيه في باكيت تريسر شبكه هايفه خالص نجيب كمبيوتر تمام كمبيوتر تاني اوكي ونجيب سويتش ونجيب كمان واحد راوتر اوكي خلاص كده الكمبيوتر اتوصل فاضل لنا الراوتر قال لي فتحه دي سبت قال لي فتحه دي سبت والراوتر طبعا بتلاقوه لونه احمر كده صح؟ عادي ده الطبيعي نعرف ليه ونخش في الراوتر بس هديله رقم زي 192 192 5 زي اللي انا كنت عامله اوكي مش هعمله سبمت باس كده ومش هديله ديفولت جيت واي وبعدين عايز اجرب بقى اشوف الكوماند شغال ولا لا اللي هو راوت فريند بقى لابتوب اوكي مش شغال طب نجرب التاني نت ستات ستات اي سي تي ستات داش اي اوكي باي اوكي ده شغال كويس بس مفيش اي حاجه موجوده فيه طيب خلينا نضيف الديفولت جيت واي نشوف هتظهر ولا لا والله 06811 افترض ان ده الديفولت جيت واي بتاعي اوكي هو طبعا يعني شفت لما زودت الديفولت جيت واي ظهر بس واضح ان هو ما بيظهرش اي حاجه ثانيه يعني الديستنيشن وادي الماسك وادي الديفولت جيت واي والانترفيس اللي هي رقمي انا لكن ما بيظهرش من ايه بالبساطه بتاعت اللي انا كنت عايز اوريها لك اللي هي اللي هو مش هنشوفها تاني بعد كده لكن هي حاجه زي كده دي بسيطه شويه دي ما فيهاش كلام كتير قوي زي الشبكه بتاعت سنه اللي عشان فيها انترفيسز كتيره موجوده عندنا تمام فده المهم انك تفهم ان دوت هو الراوتنج تيبل وانسى دوت خالص فكر في الراوت اوكي لو عايز حتى تصور بقى قبل ما تمسحه ولا حاجه هو ده اللي هنركز فيه دلوقتي التاني مش هتفهمه غير قدام شويه بعد ما تخلص شابتر 7 مثلا ولا حاجه تكون فهمت بقيه الارقام دي بتاعتي طيب نوصل بقى للاستاذ الراوتر كل ده كنا بنتكلم على الكمبيوتر والراوتر كيبل بتاع الكمبيوتر عايزين نشوف بقى الراوتر كيبل بتاع الراوتر هل اعقد شويه ولا حاجه اكيد طبعا بس مش تعقيد كبير الرسمه دي شبه الرسمه اللي انا عاملها لكم قوي يعني فيها اضافات بسيطه بس شبه الرسمه اللي انا عاملها ولا لا لاحظ ان في ايه في شبكه هنا شبكه ثانيه بتوصليه بالراوتر دوت وبعدين في شبكه وشبكه ثانيه برضه بتوصليه بالراوتر دوت ممكن تقول ان دي فرع القاهره وده فرع ايه؟ اسكندريه وفي النص متوصلين بايه؟ بوان فاهم؟ متوصلين بوان فدي هنا بنتكلم بقى ان من وجهه نظر الراوتر ار 1 دلوقتي بيقول لك عندي 3 دايركتلي كونكتد نتوركس عندي 3 شبكات متصله بيها مباشره الشبكه دي الشبكه دي والشبكه دي حلو كده؟ 3 شبكات متوصله بيك ايه؟ مباشره جميل جدا وفي شبكتين اسمهم ريموت نتوركس يعني ايه ريموت نتوركس يعني ده عندي مش هو انا متوصل شايفين الشبكه دي ودي السويتشين دول انا متوصلين بار واحد لا مش متوصلين بار واحد لكن السويتشين دول متوصلين بار واحد الوان دي متوصله بايه بار واحد فاذا زي ما قلنا ار واحد سهل جدا يعرف الثلاث شبكات دول ويبقوا موجودين في الراوتنج تيبل بتاعه بسهوله لكن بالنسبه له زي ما قلنا هنحتاج قصه او حدوته شويه نعملها لازم احنا نتدخل من الاخر يعني عشان خاطر نعرفوا الشبكات الايه البعيده عنها ازاي يوصل لها. فاذا الراوتر هنا تصور كده انه لو في باكيت جايه من هنا من الشبكه ديت ورايحه للشبكه ديت القرار بتاعه سهل جدا. الشبكه دي متوصله بيا الشبكه دي متوصله بيا. انا اللي هعرف اوصلها بنفسي من هنا الى ايه؟ الى هنا. صح؟ لكن لو في شبكه باكيت جايه من الشبكه ديت رايحه للشبكه اللي هناك خالص فرع القاهره اللي هناك البعيده ديت هي في الحاله ديت لازم اتخذ قرار تاني خالص ان دي شبكه بعيده عني. فعندي معلومه بتقول لي ان المفروض ابعتها لمين؟ لار 2 فالداتا بنقول عليها بتنط بروح نطه ثانيه كده واروح لمين؟ للاستاذ ار 2 وهنا الداتا مش هتنط بمعنى ان هي هتيجي من عندي تخش تطلع من عندي وصلت
يعني جهاز واحد بس كفايه في النص اللي هو الراوتر، لكن لو من هنا الشبكه بعيده يبقى لازم هنط واروح لمين؟ لراوتر تاني زي ار 2، ودي الايه؟ الريموت نتورك بتاعتي الكل. تمام؟ ده القصه كلها بتاعت الراوتر يعني ما تقلقش لسه ايه انا هعرفها بالظبط. يبقى ار 1 بيبقى عنده الشبكات القريبه منه او اللي هو متوصله بيه مشطر، عنده الشبكات البعيده عنه، وانت اللي هتبقى السبب ان هو يعرف الشبكات البعيده دي. انت السبب ان هو يعرف الشبكات البعيده باكتر من طريقه زي ما هنشوف. واخيرا تلاقي بقى انه ممكن يكون عنده حاجه ثانيه خالص وهي ديفولت راوت. ديفولت راوت لسه قايل ديفولت راوت ده من شويه كان ايه؟ كان الاربع اصفار ده. قلنا الاربع اصفار دوت، اربع اصفار اربع اصفار بيقول لك روح في اي حته في الدنيا، لو عايز تروح في اي حته في الدنيا امشي من هنا. قلنا ده موجود في الكمبيوتر، الكمبيوتر بيقول لك لو عايز تروح في اي حته في الدنيا امشي من هنا، اللي هو بيوديه للراوتر. تكتشف ان الراوتر هو كمان، الراوتر هو كمان عنده حاجه اسمها ايه؟ ديفولت راوت. طب ليه؟ تعالى نشوف. خلاص من الجدول ده تمام؟ اوكي؟ في الرسمه بتاعتنا ديت لو خدنا ار 1 مثلا بطريقه فيري سامبل كده، ايه النتوركس اللي هو يعرفها؟ هتلاقي بيعرف الشبكه اكس، صح؟ تلاقي يعرف الشبكه واي، واخيرا يعرف ايه؟ الشبكه زد. مظبوط ولا لا؟ ومش مهم هنا ازاي يوصل لهم يعني مش هتفرق. طيب ده عشان الرسمه بتاعتنا كلها من اولها لاخرها عباره عن ثلاث شبكات. عشان سالتوك اول حاجه خالص كانت مشاركه الرسمه دي، قلت لي ايه؟ ثلاث شبكات. فاذا هو عارف ايه؟ ثلاث شبكات. طب افرض بقى ان رحت جيت هنا كده للاستاذ ار 1 دوت ورحت موصله بالانتر نت اللي هي بنسمها دايما كسحابه كده من زمان، صح؟ ابتديت فيها كام شبكه؟ لا بلاش تعبير تاني يعني، قعدنا نتكلم مره فاتت على الارقام وكم اي بي ادرس ومش كم اي بي ادرس واتخانقنا ومش عارفين كام مليارات تريليونات محدش عارف، اوكي؟ بس كتير كتير. فاذا لما اسالك هنا في الرسمه دي في كام شبكه ما تقوليش اربعه ولا ايه؟ صح؟ هو يعني كده دي شبكه ودي شبكه في الواقع ودي شبكه كنتوا بتقولوا ثلاثه، عشان كده حطيناهم في الجدول ثلاثه. بس اللي فوق دي مفتريه، هي تبان كانها شبكه واحده بس انت عارف كويس جدا انت غلطت حاجه كبيره جدا جدا. طب فيها مليارات ولا بلاش يا عم فيها 1000 شبكه؟ طبعا ده غلط بس تصور انك طلبت فيها 1000 شبكه. هعرف الراوتر دوت ال 1000 شبكه؟ يعني جميل احط في الجدول بتاعه 1000 شبكه؟ ما ينفعش. طب هم مش 1000 ده هم ملايين، احط له كذا مليون شبكه ما ينفعش. فايه الحل؟ قال لك بسيطه خالص، هم ايه مزودين هنا؟ شبكه اللي هي اربع صفر. هو زيه زي الكمبيوتر، طلع ان هو زي الكمبيوتر. لو عايز الشبكه اكس انا اعرف اوصل لها كويس جدا، لو عايز الشبكه واي برضه اعرف اوصل لها، صح؟ مش هنا الراجل ده عنده اكس على شماله وواي على يمينه، يعني خلينا نسميها كده. بص اكس امشي كده، مش اكس امشي كده صح؟ اتجاهات زي فينا ما تمشي بالعربيه وتلاقي اسهم كده، واي هتمشي كده هتمشي كده. طب وزد؟ عايز تروح زد ها؟ هتمشي كده بس ازود انا رايح فين؟ رايح لار 2. شو ده كده الجدول بتاعه باختصار هايل جدا يعني. طب والنت دي احطها ازاي؟ قال لك بص خالص اربع اصفار اللي هي اي حاجه في الدنيا، وهمشي كده فوق شويه رايح على فوق شويه، هروح فين؟ هروح للاي اس بي. اكيد الثلاث حروف دول قلنا ده راجل مش هقدر شركه النت. اي اس بي انترنت سيرفيس بروفايدر او موفر خدمه الايه؟ الانترنت. واضح كده؟ فاذا الراوتر ممكن يكون عنده شبكات متوصله بيه، ممكن تكون عنده شبكه بعيده في الحاله دي لازم اعرفه ازاي يوصل لها لانه هيروح لراوتر تاني اكيد. وبعدين ممكن يكون عنده حاجه اسمها ديفولت راوت عشان خاطر الدنيا لما تبقى صعبه قوي عليه هقول له انا مش هينفع اعرفك الناس دي كلها فمالكش دعوه. بص اي حاجه ما تعرفهاش، اي حاجه غير الثلاثه دول غير اكس وواي وزد ابعتها لمين؟ ابعتها للراجل الاي اس بي وهو يتصرف. هتقول لي طب وبتاع الاي اس بي؟ هو بتاع الاي اس بي عندهم راوترز كده في حته في كل شركه من شركات الانترنت في مكان كده في راوترز. الراوتر الواحد شفتوا الراوتر اللي لسه طالعين قدامكم شويه شبه صغير اصغر من السويتش حتى يعني كده الراوتر بتاع سيسكو يعني عندهم راوتر كده يعني طول السبوره دي كده راوتر واحد يعني ده مش دولاب فيه راوترات ده هو ده راوتر واحد وطول السبوره هنا كده تلاقي ثمنه مثلا نص مليون دولار وممكن اكتر من كده كمان عادي خالص عادي جدا يعني ما فيهوش اي حاجه ملايين الدولارات ممكن في راوترز ملايين الدولارات على سيسكو. اوكي؟ فاذا ده
يقدر بقى تقول له ايه؟ اه انا عندي جدول الانترنت كلها في الراوتر ده تمام؟ او ملايين اه بيبقى فيه كل شركات الانترنت بتبقى موجوده فيه بس هي هيبقى برضه بقى ايه؟ عارف اصلا عارف ريسك ما تقلقش انا اعرف تبقى شغال ازاي وبيعرف الملايين دول ازاي ده عايز كتير عايز اشوفوها اهو خلاص زي سكرول مثلا اي اس ار ساعتين واحد ناخد 1001 كده 9000 1001 طلع مش قد كده تمام شايفينه اللي في النص ده كده مثلا وممكن طبعا في كذا ارتفاع منه بس انا بتكلم على انه مفتريه دي كانت فاتحه بقى عد ده 12000 كمان جديد طب عايز خلينا نشوف ال 12000 نجيب لك واحده لارج ده حلو جدا يعني 6000 مش عارف ايه في 6 في كام تاخد وقت عقبال ما الصوره تحمل بس ايه هتشوف الريزولوشن عالي هتشوف كام فتحه على الموجوده فيها شايفين عامل ازاي؟ شايفين بتوعه كده شايفين عامل ازاي زي دراج كل واحده ليها ايد كده بيتشال وتتحط دي الادراج كلها ايه؟ فاضيه يعني ما انت بتشتري الراوتر ده اصلا وبعدين بتملاه فتحات يعني مش بدل ما بعضها متملى وشايفين ده كده متملى فتحات ده كده لا ده مش فتحات لا ده في فتحات وهكذا. ده فايبر. فوجيتسو. ده مش سيسكو لا فوجيتسو سيسكو فوجيتسو هتلاقي سيسكو فوجيتسو اللي مصنعه للباور او الكولينج بتاعه لان الجهاز ده بيحتاج كهرباء وسيستم كولينج ويعني بيبقى في كذا حاجه مصنعه عشان هو واحد ضرب ونظام تبريد وقصه ثانيه خالص. بص تحت هتلاقي تحس ان هو جهاز تكييف كده. ما بيفهمش ايه فوق وايه تحت. قصه ثانيه تماما بس لو كنت شغال مش هتشوف الكلام ده اصلا حتى لو كنت اشتغلت في داتا ولا ان شاء الله بتبقى سي سي اي ولا حاجه يدخلوك على ما تتفرج عليه كده لكن ده موجود في حته كده لوحدها ما حدش بيجي ناحيته غير ايه الناس الطب يعني بيستخدموه في ايه ده؟ في الانترنت هو ده اللي بتحط فيه راوتنج تيبل بتاع ده هيستخدموه في ايه؟ عشان يطلع حاجه قويه جدا حاجه تقدر تتحمل بقول لك الراوتنج تيبل بتاع الانترنت اللي هو فيه ملايين الشبكات ازاي هيبقوا موجودين في الراوتر حته البتاع ده قد كده ما ينفعش. اوكي؟ لما بتشوف بقى الراوتنج تيبل في الراوتر بتاعنا هنا دلوقتي بيطلع لنا ده كوماند بس مش عليك الكوماند دلوقتي خلاص بس هندرسه بعد كده يعني هنا احنا مجرد بندردش فيه بس امر بيوريك خدناه قبل كده اسمه شو. يعني شو خدنا شو كذا حاجه شو رانينج كونفج تحديد شو ستارت اب كونفج خدنا شو اللي بيوريك الساعه خدنا شو مثلا اي بي انترفيس دي اللي هو بيطلع لك جدول كده فيه الانترفيسز بتاعتك فهنا ده امر اسمه شو اي بي راوت ده بيوريك الايه الراوتنج تيبل وما تقلقش ما تفتكرش دلوقتي ان انا هقوله 1000 مره في خلال المنهج هنستخدمه 1000 مره في خلال المنهج كتير قوي يعني بس لما تقول شو اي بي راوت بيطلع لك الراوتنج تيبل اللي موجود عند الاستاذ مثلا ايه ار واحد لو سلاش لا لا لسه ما هنا طبعا جايب لنا فيديو ديمونستريشن فيديو لو عايز وانت في البيت كده تتفرج على ايه ال تشغيل نفس ده هو فيديو بيحمل يعني المفروض بيقول تتفرج على الراوتنج تيبل دوت وتشوفه عامل ازاي بس احنا هنشوفه هنا بقى كده في كريكلم وبعدين هنشوفه ان شاء الله في باكيت تريسر ونبدا نفهم ايه اللي بيظهر بالظبط في الراوتنج تيبل بتاع الراوتر. اوكي همسح كل ده عشان نبتدي هنقول في كونسبت الاول لما نبص الراوتنج تيبل كونسبت هم يعني ما قالوش بقى دلوقتي نمسح ماشي لما ده كونسيبت تاني خالص لما قلنا مثلا لو الرقم بتاعي 192 168 15 اللي انا كنت كاتبه دوت ممكن يكون السيستم بتاعه 255 255 255 صفر 192 168 15 نفس الرقم ممكن يكون السيستم بتاعه 255 255 صفر صفر واخيرا 192 168 15 ممكن يكون السيستم بتاعه 255 صفر 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 فين الكلام ده؟ خالص في الاول لما اتكلمنا اول مره فيه على الاي بي اكسس وده معناه ان ده جزء الشبكه ده معناه ان ده جزء الشبكه ده معناه ان ده جزء الشبكه صح؟ نسميه ايه؟ النتورك مظبوط؟ والجزء الثاني
اللي فاضل اللي هو هنا بالازرق كده دوت او دوت او دوت بنسميه الهوست. الهوست اللي هو جهاز واحد النتورك اللي هي ايه؟ النتورك كلها. فرغم انه نفس الرقم بتكرر ثلاث مرات بس زي ما قلنا هنا ده جزء الشبكه يبقى دي الشبكه اللي انا تبعها رقمي فيها كام؟ 5. لكن دي دي الشبكه اللي انا تبعها ورقمي فيها 1 5. فاهمين القصه؟ دي الشبكه بقى 192 بس اللي انا تبعها ورقمي فيها 168 1 5. وانا ده يفرق تماما لان لو قلت لك مثلا بنكلم الرقم دوت 192 تمام 168 5 10 192 1 1 1 وبعدين 191 2 30 250 اوكي. ففكر فيها لو ضربوا عين تاني عشان تفتكر الكلام بتاع زمان. لو الجهاز ده هيكلم وايه السؤال اللي كنا بنساله؟ اظن دلوقتي بقى واضح جدا اهميته بالنسبه لي. هو الرقم ده معايا في نفس الشبكه ولا لا؟ ليه بقى سؤال مهم دلوقتي انت فهمته اكتر؟ بسبب الراوتنج اللي احنا بنشرحه. قلنا الكمبيوتر كده في الاخر طلع ان عنده قرارين، يا الجهاز معاه في نفس الشبكه هات يا عم الماك ادرس بتاعه وابعت. ده اسمه اون لينك ده معايا. يا الجهاز بره الشبكه بتاعتي لا هات لي الماك ادرس بتاع الراوتر وابعته للراوتر وانا ماليش دعوه. مش الموضوع بقى كده دلوقتي بالنسبه لي؟ مش قلنا ده موضوع مهم جدا في عزل. اسالك سؤال، الرقم ده بالنظام ده بيكلم الرقم ده بالنظام ده معايا في نفس الشبكه؟ لا مش معايا في نفس الشبكه. مش معايا في نفس الشبكه، صح؟ لا مش معايا في نفس الشبكه. ليه؟ لان الشبكه دي اول ثلاث خانات. فبص على الثلاث خانات دول مش هم مش هم مش هم. لو غيرته خليته كده الرقم ده المره دي اللي بيكمل هيتغير نفس الرقم بس غيرت النظام بتاعه. الراجل ده معايا في نفس الشبكه؟ معايا في نفس الشبكه. لا 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 كله معايا ولا ناس واصله؟ يعني ده سؤال مهم جدا انك تعرف تجاوبه. هو دلوقتي سهل لسه هيبقى اصعب فده سؤال سهل حاليا المفروض ان هو يبقى سهل سهل بالنسبه للناس كلها. طب هنا بيسال نفس السؤال ده معايا في نفس الشبكه؟ ايوه معايا. وده معايا في نفس الشبكه؟ ايوه. ده لا صح بتقارن كده ايه؟ الخانه الاوليه بس اسهل زي لا مش زي اللي هي 91 مش 192 مظبوط ولا لا؟ طيب نفس الكلام دوت احنا بنحتاجه دلوقتي مهم بالنسبه لي لكن سيسكو بتقول لك احنا هنشوف دلوقتي تعبير مختلف شويه ببص في الراوتنج تيبل طريقه مختلفه لان انا اكتب السبنت ماسك بدل ما تكتب السبنت ماسك كده ليه؟ عشان دي طريقه طويله احنا انتوا عارفين كبشر احنا بنحب دايما ايه؟ نختصر بنحب ايه؟ نختصر فايه الطريقه المختصره؟ قال لك ده بيساوي في الحقيقه انا ممكن اكتبه كده سلاش 24 ده بيساوي سلاش 16 اما ده بيساوي سلاش 8 تلاقي كلمه ظريفه جدا يا سلام يعني بدل ما انت دي 55 صفر تطلع سلاش 24 ودي تطلع سلاش 16 ودي تطلع سلاش 8 اولا سلاش وبعديها رقم واحد طب ما كده ابسط بكتير صح مش كده ابسط بالنسبه لك؟ ابسط وسهله خالص لكن على اي اساس؟ يعني جبت منين انت الرقم ده؟ جبت منين الرقم ده؟ ايه 8 و16 و24 دول جم منين؟ ودي فرصه ظريفه ان احنا نفك شويه ثانيه من الراوتنج والراوتنج تيبلز والكلام ده كله اللي اتسال كده مؤقتا هرجع اكتبه تاني ما تقلقش لكن هنفك شويه من الكلام ده كله ونبدا نتكلم في موضوع بره القصه خالص لكن مهم جدا جدا وهو الباينري سيستم والديسيمال سيستم. تمام؟ جبنا سيرته قبل كده لما اتكلمنا على الانظمه العدديه اكتر من مره والمره دي بقى هنجيب سيرتهم بجد وهنجيب ازاي نقدر نحول من رقم باينري لرقم ايه؟ ديسيمال. خلي بالك دي فيها رياضيات وحسابات بدون كالكوليتر. رياضيات وحسابات بدون كالكوليتر يا اخي العربيات. رحنا ايه؟ فطيس كده. مظبوط؟ انا عارف. الجزء ده بالنسبه لك هيبقى جزء غبي وغلس ومش ظريف هيبقى جزء ظريف حسب انت حبك للرياضيات قد ايه يعني بتحب الرياضيات ولا ما بتحبش فطبعا ايه انا متوقع يعني اللي هيحصل اوكي بس ده شهر لابد منه ليه؟ عشان الشابتر اللي جاي اللي هو اطول شابتر عندنا في المنهج كله اللي هو شابتر رقم 7 اللي بيتكلم على الاي بي ادرس كله بيعتمد على ده اوكي كله بيعتمد على الجزء اللي هقوله هنا دلوقتي عشان احنا نقدر نفهم الاي بي ادرس صح ما ينفعش ان نتعامل معاه برقم زي اللي احنا كنا كاتبينه شويه 1 1 1 1 هو مش كده لان الكمبيوتر مش شايفه كده ولا الراوتر شايفه كده
ده رقم ديسيمال بحت بالنسبه لي، وانا في الكمبيوتر في الراوتر بشتغل باينري فقط، ما بشتغلش بالحاجات التانيه. فاذا شر لابد منه، حاول تبسطه على قد ايه وليه. نبدا بيزكس خالص كده. كام الرقم اللي انا كتبته ده؟ 7956. اوكي الناس اللي عارفه الكلام ده درسته قبل كده. اوكي الناس اللي سواء درسته معايا ولا درسته في الكليه ولا درسته قبل كده وهي بتذاكر الايه الشبكات، احنا بنتصرف هنا او انا بتصرف اساس ان محدش اول مره يسمع الكلام ده. واضح؟ يبقى رقم 7956. انا ببتدي بالديسيمال الاول لانه اسهل عشان افهمك الفكره الاساسيه. يعني ايه نظام عددي مش نظام عددي؟ الرقم دوت هو تعبير عن حاجه معينه، عن رقم معين. لما كنا بندرسه زمان اول ما درسناه ابتدينا يعني على ايدينا الاول صح؟ قلنا اصلا هو ده نظام الرقم العشري، الرقم العشري معناها من زيرو لغايه تسعه. تمام؟ هم 10 ارقام لو عديتهم اللي هو لما كنا بنتعد ايه على ايدينا. فلا فاكيد لو درست كده في ابتدائي كان بيقول لك ايه دوت 6 ودي 50 ودي 900 ودي 7000. هو ده اللي انت قلتوه عشان لو قريت الرقم من شويه. هو فعلا الرقم عباره عن 7900 صح؟ كنا حتى بنكتبهم فوق بعض كده فاكرين؟ كده بالظبط. ويقعد يقول لك ده سميناه خيانه الاحاد، خيانه العشرات، وخيانه المئات، وخيانه الايه؟ الالاف. يعني معناها ان الرقم دوت هو اللي بيخليك تقدر تقرا دلوقتي تقول 7000. اشمعنى قلت 7000 دي؟ ما قلتش 70000 وحاجه ولا قلت 700 وحاجه. عديت الخانات دي الخانه الايه؟ الرابعه وانت متعود على كده صح؟ 7000 وبعدين قلت ان دي 900 وبعدين قلت 6 وبعدين قلت كام؟ 50 صح؟ فاذا احاد وعشرات ومئات والاف ده اللي خلاه فين؟ في ابتدائي زمان خالص. وخليك تقدر اي رقم وتفصصه للمحتويات بتاعك. الرقم ده عباره عن 7000 زائد 900 زائد 50 زائد كام؟ 6. لو قرأت شويه يمكن في ثانوي او في الجامعه حسب مستوى الرياضيات اللي انت كنت فيه كان بيقول لك هو ده فعلا صح. خلينا نطوره شويه. يعني ايه 7000؟ يعني 7 في خانه الالاف بتاعتنا ديت، يعني 7 مضروبه في 1000 ودي 9 مضروبه في 100 ودي 5 مضروبه في كام؟ 10 و6 مضروبه في 1. ما قلناش حاجه احاد عشرات مئات والاف. طوروها شويه عشان يزعلوك اكتر. تمام؟ وده بقى الجزء الايه؟ الرياضيات الاعلى شويه. قال لك هي 9 و7 صح و5 تمام، بس هنغير شويه في الخانه الثانيه و6. 7 دي مضروبه في حاجه اسمها 10 اس 3، اما دي مضروبه في حاجه اسمها 10 اس 2، دي مضروبه في حاجه اسمها 10 اس 1، ودي مضروبه في حاجه اسمها 10 اس 0. ايه الكلام الغريب دوت؟ يعني ايه اس اصلا؟ انا ما اخدتوش، ما اعرفوش. فكره الاس بسيطه جدا. تمام؟ اول مره تسمع عنها اهي. اوكي؟ لو كتبت لك هنا كده 591 اس 3 يعني ايه؟ سيبك من 10 خالص ورقم معقد اهو. يعني ايه 591 اس 3؟ هي طريقه مختصره لان انا اقول لك 591 مضروبه في 591 مضروبه في 591. ضربتها في نفسها كم مره كده؟ 3. هو ده اس 3 بتاعي. تمام؟ بدل ما اعبر عنها بالشكل ده كده اكثر بكتير. يبقى اي حاجه اس اي حاجه تانيه معناها ان الحاجه ديت مضروبه في نفسها، هتتضرب في نفسها ضرب. المفروض انه سهل. بس ايه؟ كم مره بعدد المرات دي؟ فلو قلت لك هنا اس 10 يبقى هضرب الرقم الفظيع ده في نفسه كم مره؟ 10 مرات. قلت لك اس 50 يبقى هتضربه في نفسه 50 ايه؟ مره. هو تبقى ارقام كبيره كده طبعا، بنرجع للكالكوليتر بتاعتنا عشان تضرب حاجه زي كده او تحسب لك الاس بتاع ايه؟ بتاع حاجه زي كده. طيب في حاجات سبيشال اللي هي لو قلت لك الرقم اس 1 معناها هضربه في نفسه مره واحده، يعني هيطلع كام؟ هو نفسه. 590 اس 1 يعني ما ضربتوش في نفسه مرتين، هضربه في نفسه يعني اضرب في نفسه مره واحده، ما هو نفسه هضربه في نفسه مش هتضربه في نفسه. اوكي؟ هو الرقم نفسه 591 اس 1 بيساوي 591. الحاجه الثانيه اللي سبيشال ان لو قلت لك 591 اس 0 بيقول لك ده بيساوي 1. اي حاجه تمام اس 0 لازم تساوي كام؟ 1. لو كتبت لي هنا 2,377,522 اس 0 بتطلع ب 1. تمام؟ كتبت رقم بمليارات ولا تريليونات ولا اونتسيليون اللي شفناه المره اللي فاتت دوت اس 0 لازم يطلع بكام؟ ب 1. تمام؟ ده حاجه ثابته. يبقى اذا مش مهم هنا هتكتب ايه في الحاجه. ممكن تقول هنا كده اكس
اس 0 لازم تطلع بكام؟ بواحد. ها؟ معايا الناس لغايه الدرجات دي ولا لغايه النقطه دي ولا صعبه؟ مش هتحتاج تستخدمها بعد كده. حاجه اس حاجه هتضرب الحاجه اللي تحت في نفسها عدد مرات بالحاجه الايه؟ اللي فوق. فكده ادالك ابسط شويه. يعني ايه 10 اس 3؟ احنا بناخد ارقام هايفه على فكره، يعني 10 سهل جدا عشان تضربها في نفسها. 10 اس 3 يعني 10 في 10 في 10 مش محتاج تحسب ولا كالكوليتر. دول ثلاث اصفار يعني 1000. 10 في 10 يعني 10 اس 2 يعني 100. 10 نفسها و10 بس يعني 10 اللي هي 10 اس 1. و10 اس 0 اي حاجه اس 0 ما تفرقش بقى 10 في 10 تطلع بكام؟ بواحد. صح؟ يبقى ده اللي القصه بتاعتنا. طيب كل ده بنقوله ليه؟ عشان حضرتك كل رقم كده ديسيمال انت بتشوفه هنا كده بهذا الشكل لو قسمناه لوحده ده اسمه رقم، تمام؟ كل واحد من دول او عدد كل واحد من دول رقم، تمام؟ يعني ده نمبر او ديجيت بالانجليزي. بيقول لك ان الرقم دوت احنا كنا بنقول عليه علامات الاحاد، صح؟ لا، هو دلوقتي رقم زيرو، تمام؟ في المقام زيرو او في الخانه رقم زيرو، ده في الخانه رقم واحد وده في الخانه رقم اثنين وده في الخانه رقم ثلاثه، هو ده اللي عايزين نوصله. اوكي؟ زمان كنت وانت صغير يقول لك احاد وعشرات ومئات والاف. دلوقتي هقول لك زيرو واحد اثنين ثلاثه. ده معناه ايه؟ هو نفس المعنى. لان زيرو معناها اني هاخد الرقم ده 6 واضربه في 10 اس 0، 5 في 10 اس 1، 9 في 10 اس 2، 7 في 10 اس 3. وده يوصل لك قيمة الرقم دوت. لما تجمع المكونات الأربعة بتوعه هيوصل لك قيمة الرقم دوت. هو ده اللي بيخليك تعرف تقول 7956. تمام؟ فإذا الأحاد والعشرات والمئات والآلاف اتحولوا إلى 10 أس 0، 10 أس 1، 10 أس 2، 10 أس 3. ال 10 ثابتة بالنسبة لي لأن ده اسمه نظام العشرة. الرقم اللي عمال يتغير هو الأس بتاعي، أس 0، أس 1، أس 2، أس 3، لأن ده رقم الترتيب بتاع الخانة. الخانة دي رقم 0، دي رقم 1، دي رقم 2، دي رقم 3. ممكن أكمل طبعا 4 و 5 و 6 و 7 لغاية ما أنا نهاية. واضح؟ لغايه دلوقتي يعني كلام بيزك لسه ما قلناش ايه الحاجات الغلسه او اي حاجه فيها تعقيد. واضح الفكره للناس؟ طيب. هناخد السهل الاول وهو تحويل رقم باينري الى الى رقم ايه؟ ديسيمال. رقم باينري اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن رقم ما فيهوش غير صفر او واحد في الخانه بتاعته، بس شفناه كتير قوي، بس لما انا اول ما ابتدينا قلنا الداتا عباره عن صفر وواحد، الداتا صفر وواحد، صفر صفر، واحد واحد، صفر صفر، واشاره كهرباء كل حاجه في الكمبيوتر ماشيه صفر وواحد. فاذا ممكن يبقى في رقم زي كده مثلا، ده رقم يعتبر ايه؟ باينري. ممكن اكمله كتير قوي كده، اي رقم كده في شويه صفار وحاجات بس مفيش اي حاجه ثانيه، يبقى ده رقم ايه؟ باينري. اقراه ازاي وافهمه ازاي واتعامل معاه ازاي؟ الكمبيوتر ده بالنسبه له كده، بالنسبه لي انا كبني ادم لا انا متعود بعيد على دايره زمان 1 2 و10 صعب بالنسبه لي، فلازم الاقي وسيله نحول الرقم الباينري لما يبان قدامي كده بهذا الشكل الى رقم ايه؟ ديسيمال او عشري مفهوم بالنسبه لي. طب الرقم الباينري ده ممكن يبقى خانه واحده، خانتين، و10، 100 خانه، 1000 خانه، كتير قوي، لان ده البت صح؟ يعني انت من قطعه لو فاكرين الفريم بتاعتنا كانت 1518 بايت. صح؟ عارف دي تطلع كام؟ تضربها في 8 تضرب 8 في 1518 يطلع لك كام؟ 0 و1 صح؟ يعني لو 8 في 1000 بس 8000 صح؟ 8 في 500 بكام؟ ب 4000 كده وصلنا 12000. 8 في 18 بكام؟ او 8 في 10 ب 80 صح؟ 8 في 8 64 صح؟ فاهمين وصلنا رقم قد ايه؟ اوكي؟ من اول بس كده 12000 وكسر بدون ما نخش في التفاصيل. يعني الفريم الواحده الكبيره اللي هي اقل حجم ممكن تطلع 12000 وشويه صفار وحاجات. طب انا هقعد احول الكلام ده كله؟ لا. قال لك احنا الغرض بتاعنا في النهايه بنتعلم الباينري مش عشان نتعلم الباينري، يعني لو انت في كليه بقى وهندسه وعلوم والشلل ده كنت هتتعلم الباينري ده بالتفصيل وخانه واحده و10 خانات و100 خانه وجمع باينري وضرب باينري وطرح باينري. كل اللي انت اتعلمته في الارقام العاديه بتتعلم، لكن انا الموضوع بسيط خالص، انا بتعلم الباينري عشان حاجه واحده، بتاع ده. ايه البتاع ده؟ اي بي ادرس. البتاع ده هو الاي بي ادرس، حلو؟ فعشان هو اي بي ادرس قال لك بسيط خالص، بص. انا مش هتعامل مع رقم باينري غير لما يكون 8 خانات. يبقى رقم الباينري بتاعي هيبقى ثابت 8 خانات، اللي هو 8 بت، اللي هو البايت. اللي هو الايه؟ البايت، صح؟ مش البايت بيساوي 8 بت؟
فاذا انا هتعامل دايما بالثمان خانات دول فقط. طب كويس والله؟ يعني اربع خانات لا مش هسمع، 10 خانات لا مش هسمع 10 خانات. هو الرقم باينري دايما بالنسبه لنا اللي هيطلع ويشتغل بيه في التحويلات والكلام ده كله لازم يبقى ثمان خانات، وده كويس ان هو بيقيد عليك بيقفل ايه الجزء دوت. طب يعني ايه رقم باينري؟ يعني اكتب حاجه زي كده بس. واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر. تمن ارقام شويه محايد وشويه ايه؟ اصفار. الفكره كلها انا عايز اعرف الرقم ده بالديسيمال ده اللي عايزين نفهمه دلوقتي يطلع كام؟ فانا ليه شرحت كل موضوع الاحاد والالاف والعشرات والكلام ده كله؟ عشان خاطر افكرك بان السيستم بتاع النظام العشري دوت كان اي رقم فيه عباره عن 10 اس ايه؟ ترتيب الخانات. فهنكتشف هنا لو كتبنا الاول ترتيب الخانات ديت بنفس ترتيب هناك الاحاد كانت صفر لو فاكرين والعشرات كانت واحد تمام وبعد كده المئات وبعد كده الالافات وال10000 وال100000 تمام والمليون اللي هو ست اصفار صح؟ وايه اخر حاجه 10 مليون ده كان في الرقم العشري. طب انا كتبت هنا ايه الكلام ده؟ ده مش عشري ده باينري. هو نفس الفكره دي ما زالت الخانه رقم صفر، ترتيب الخانه دايما هيبقى رقم صفر. رقم 1 2 3 4 لو تقرا قبل كده احنا بنيجي نعد اي حاجه في عالم الكمبيوتر او في عالم الشبكات عامه بنبتدي العد برقم ايه؟ صفر. فاكرين فتحات الكونسول وفتحات الفي تي واي في السويتش؟ صح؟ ما عادش فيه فتحه واحده كونسول فكرها صفر. طب قول لي واحد لا هي صفر. طب الفي تي واي ده فيه فتحات كتير من صفر 15 يعني 16 فتح ليه ما قلتش من 1 ل 16؟ لا انا ببتدي دايما العد برقم كام؟ صفر. فاذا لما اقول لك دي اول خانه احنا بنقول اول شوف يعني احنا متعودين ازاي؟ اول اللي هي جايه من رقم اول يعني واحد صح؟ بس اول خانه طلع معناها ان هي ترتيبها كام؟ صفر. تاني خانه ترتيبها كام؟ واحد اثنين وهكذا. بس احنا متعودين من زمان على ايه؟ من الكلام دوت اول واحده لا، الخانه دي ترتيبها صفر، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. طب ده معناه ايه؟ قال لك معناه بسيط جدا، معناه ان لو عايز اعرف قيمه دوت مش احنا كنا جايبينها من شويه كده اهو، كان كام؟ مش متذكر الرقم بس كده مثلا. وقلنا الخانه دي صفر واحد اثنين ثلاثه. مش انت قلت له ده 7000؟ جبت منين ال 7000؟ 7 في 10 اس 3 وقلت منين ده 900؟ 9 في 10 اس 2 8 في 10 اس 1 6 في 10 اس 2 مش ده اللي عملناه؟ ناخد نفس الكلام بس انسى ال 10 خالص. قال لك ان ده عباره عن صفر القيمه بتاعته تمام؟ ده عباره عن واحد يعني هنرصهم نفس الرصه كده بتاعتهم. ده عباره عن صفر ده عباره عن واحد زي ما هو اوكي؟ ده بس عشان هنعمل عمليه رياضيه فايه نخليهم كده فوق بعض صفر واحد وبعدين مالهم يعني انت رصصت لهم كده بدل بالعرض بقى بالطول عملت ايه؟ لا انا هاخد كل واحد واضربه هنضرب ده في 10 اس 0 كل ده نغيره هنضرب ده في 10 اس 0 ده نظام اسمه باينري او الثنائي مش النظام الايه؟ العشري. فالاساس بتاعه اثنين هضرب الراجل ده في 2 اس 1 اما الراجل ده هضربه في 2 اس 2 الراجل ده هضربه في 2 اس 3 الراجل ده هضربه في 2 اس 4 في 2 اس 5 في 2 اس 6 2 اس 7. اوكي؟ طب يعني ايه 2 اس 1 و2 اس 6؟ نفس الفكره. 2 اس 0 هتطلع 1، 2 اس 1 2، 2 اس 15 يعني 2 مضروبه في نفسها 15 مره، فاخر واحده دي 2 اس 7 يعني 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2 تضرب 2 في نفسها كام؟ 7 مرات. هنحسبهم بقى دول على ايديا ولا ايه؟ طبعا لا. اوكي؟ هتلاقي في وسيله ابسط من كده بكتير. طب النتيجه بتاعت الرقم دوت ايه الغريب اللي انا بكتبه دوت هيساوي ايه هنا بالنسبه لي؟ كله خانه من دول طبعا احنا لسه هنجمعهم بس صفر. ده حاجه جميله جدا. ليه؟ هنا كان 6 و8 و9 و7 تقعد تضرب الرقم في حاجه لكن صفر بالذات رقم كبير لانك لما بتضربه في اي حاجه بتطلع بكام؟ صفر. اذا انا مش محتاج احسب صفر في اي حاجه بصفر، صفر في اي حاجه بصفر، صفر في اي حاجه بصفر. يا ريت الرقم كله يبقى اصفار صح؟ هيبقى ظريف خالص. ما حسبت حاجه انا دلوقتي؟ ما حسبتش حاجه لغايه دلوقتي. واحد بقى لا بس الواحد برضه ظريف لان الواحد لو بتضربه في اي حاجه الحاجه نفسها انت مش محتاج تعمل حاجه بالواحد نفسه. فلما تقول لي 2 اس 1 دي مش صعبه، 2 اس 1 يعني 2 مره واحده بس تطلع كام؟ 2. 2 اس 3 مش صعبه قوي، 2 في 2 في 2 2 في 2 ب 4 في 2 ثانيه تطلع بكام؟ ب 8. لا لازم 2 اس 5 هحسبها ازاي دي يعني؟ تمام؟ انا بتكلم احنا نحسبها ازاي؟ احنا الناس اللي ما نعرفش اي حاجه، فنحسبها ازاي؟ اوكي؟ مين اسهل رقم بالنسبه لك تفتكره في الاول يعني؟ مين اسهل واحد؟ تمام يعني 2 اس 3 سهل؟ ولا 2 اس 2 ولا 2 اس 4 مثلا؟ يعني اسهل واحد تحفظه مش تحسبه، ما دي سهله دي عباره عن 2 في 2 ودي عباره عن 2 في 2 في 2 ودي عباره عن 2 في 2 في 2 في 2 صح؟ احفظ واحد منهم. اختاروا مين؟ محمود
قول 3 ماشي 3 حلو بيساوي كام؟ 8. فانا مش هقعد احفظ ده كل واحد اقعد اعمله في الباقي 2 ونص 5 كذا وكذا كذا في الاول وفي الاخر هتحفظه. بس انا بقول لك في الاول 8 يبقى انا لو عايز 2 ونص 5 اوكي وانا 2 ونص 3 دلوقتي يبقى هضطر اضرب ال 8 دي في 2 وبعدين اضربها في 2 كمان. صح؟ فانا كده تبقى اقصر شويه. 2 في 8 بكام؟ 16. حلو قوي. 16 في 2 بكام؟ ممكن تبقى صعبه مش هتعرف تجمعها. اجمعها بايديك بالورقه. مفيش كالكوليتر، لازم تنسى الكالكوليتر. عارف لو تبقى عند الراجل بتاع يعني اي حاجه وانت في السوبر ماركت وعايز تحسب حاجه مثلا تراجع ولا الراجل بتطلع الكمبيوتر بتاع الموبايل بتحسب عليه، محدش بيشغل دماغه خلاص. بس هنا احنا مجبرين 16 في 2 بكام؟ بتطلع ب 32. اذا الراجل ده ب 32 اللي بعديه صفر الحمد لله. مفتريه مفتريه ده 2 و7 2 تتضرب في نفسها ايه؟ 7 مرات. فهتقعد طبعا تضرب 32 مره ثانيه في 2 ثانيه تقعد تحسبها كده بالراحه تطلع 64 وبعدين تضرب 64 تاني في 2 تانيه تطلع كده 128. تمام؟ وهنا طبعا تبدا ايه؟ الغلاسه بتاعت الموضوع. بس هو مش غلاسه، هو زي اي حاجه جديده بالنسبه لك انت محتاج سيستم او حاجه عشان خاطر تحفظها. لان دي ما فيهاش اصلا ان انت تقعد تحسبها، مش عندناش وقت ولا فينا دماغ ولا اي حاجه عشان خاطر ان احنا نحصل حاجه زي كده. 1 2 3 4 6 محتاج نكبره 7 محتاج تحفظ دول. اوكي؟ ننسى خالص القصه ومحتاج احفظ الارقام دي. 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 2 اس 3 2 اس 4 2 اس 5 2 اس 6 و 2 اس 7. مش صعب والله، مش صعب خالص ان انت تحفظه. تبتدي من الصفر خالص والناس اللي قدامك كلها مش هتلاقي الموضوع صعب، لان هم ارقام ظريفه، ارقام زوجي، ارقام فيهم اول ثلاث ارقام او اربعه سهلين قوي ان هم يطلعوا 1 2 4 8، هايفين جدا 1 2 4 8 ان انت تحفظهم. ده تبدا الغلاشه شويه 16 و32 و64 و100 من 10. غلاسه بس لازم تحفظهم. لازم تحفظهم بهذا الشكل. ما ينفعش نقعد لسه نحسب نقول 2 اس 5 بكام ونقعد نفكر. لا 2 اس 5 ب 33 توصل كده في دماغك. تمام؟ طيب الرقم ده بقى يطلع كام؟ انا ما وصلناش نتيجه، لان النتيجه هي تطلع ايه هنا؟ فاحنا اوكي معناها ان انا هجمع 2 طبعا الصفر ملوش اي لازمه، هجمعها زائد 8 زائد 32 معانا 23 32 زائد كام؟ 128. وهنا تقابلنا المشكله الثانيه في الجمع، لان برضه ما فيش كالكوليتر. هنجمع ازاي؟ يعني احنا كلنا بنعرف نجمع. لا لا صدقني لا. تمام؟ مش بتعرف قوي. اوكي؟ اولا طبعا الارقام هنا سهله وظريفه، وثانيا تمام بعد كده لما تبقى الارقام جايزه خلينا نتبع نفس الفكره يعني. خلينا ناخد الاول الطريقه القديمه اللي انت اتعلمتها في ابتدائي. تاخد ايه؟ 2 و8 و2 و8 وتجمعهم مع بعض. مظبطك اهو ده 2 و8 ب 10 و2 و8 التانيين بكام؟ ب 10 يبقوا 20. يبقى صفر ومعانا ايه؟ 2. نحط 2 هنا كده صح؟ 2 دي هنجمعها على ال 3 وعلى ال 2. 2 و3 صح؟ ب 5 و2 بكام؟ ب 7 مظبوط؟ ما تبقاش اي حاجه. فاضل لك واحد اخر خانه تقوم جاي نازل. يبقى الرقم ده طلع كام؟ 170. 170 صح كده؟ 2 و8 و32 يبقى 20. دي الطريقه بتاعت الابتدائي خالص ورجع لها اشتغل بيها في الاول مفيش اي مشاكل عشان توصل للايه؟ للنتيجه. بس احنا طبعا محتاجين طريقه اسرع من كده شويه، محتاجين طريقه اسرع من كده شويه عشان خاطر نشتغل بيها. خليني اقولها لكم بقى ايه بعد البريك. طولنا شويه من الحاجات بس ناخد البريك دلوقتي ولما نرجع نكمل حبه الرياضيات المهمه.